مساء الخير جميعا، وأهلا وسهلا بكم في الجلسة الرابعة من جلسات مشروع صح في الشبكة العربية لمدققي المعلومات من أريج. مشروع صح المدعوم من برنامج قريب الذي تنفذه الوكالة الفرنسية للتنمية الإعلامية CFI وتموله الوكالة الفرنسية للتنمية AFD. واليوم احنا بنجتمع تحت عنوان كيف نعزز حضورنا كمدققي ومدققات معلومات على السوشيال ميديا. أنا ريم خشمان، مسؤولة مشاريع في الشبكة العربية لمدققي المعلومات AFCN من أريج، وأيضا أعمل كمدربة على القصة العامة والتنظيم المجتمعي. وأنا اليوم في الشبكة كوني مثلي مثل الكثيرين من المتابعين والمتابعات الآن على السوشيال ميديا والزوم. وقعت في يوم من الأيام بفخ نشر معلومة مغلوطة أو منقوصة متأثرة بخطاب أثر على مشاعري وجعلني أكبس شير أو ريتويت. ومن وقتها تساءلت دائما لماذا يسهل علينا مشاركة هذه المعلومات وتصعب علينا نشر المعلومة المدققة بعد ذلك. وفي يوم في جلستنا اليوم سنتطرق إلى كل هذه المواضيع. ما هي أبرز التحديات التي تواجه مجتمع مدققي ومدققات المعلومات، الصحفيين والصحفيات، إلى الوصول إلى جمهور أوسع عبر السوشيال ميديا ليوصلوا صوتهم ومعلوماتهم المدققة؟ لا أود الإطالة عليكم، فلقد حضرنا كثيرا لهذه الجلسة المميزة من نوعها. فيسعدني كثيرا أن أرحب معنا بالزميلة سامية عايش. سامية إضافة إلى أنها زميلتي في أريج كمديرة للتواصل، شغلت سابقا منصب زميلة تدريس في مبادرة جوجل للأخبار، وقامت بتدريب أكثر من 12 ألف صحفي وصحفية في المنطقة العربية. وعملت سامية في المجال الصحفي وبالتحديد في موقع CNN بالعربية لحوالي 15 عام، وغطت خلالها مجموعة بارزة من الأحداث في التركيز على أخبار السينما، المنوعات، الصناعة السينمائية المستقلة. كما ركزت سامية أيضاً على إنتاج المحتوى الأصلي وبرامج رقمية متعددة منها بوستر، وهو من إعدادها وتقديمها، وتحدث عن آخر الأخبار. سامية، أترك الميكروفون معك لليوم وسنستمع إليك على مدار الساعتين القادمتين لتعلمينا كيف يمكن أن نصل إلى جمهور أوسع عبر السوشيال ميديا. ريم العزيزة، شكرا لك وشكرا للشبكة العربية لمدققي المعلومات على هذه الفرصة مرة أخرى لأطل عليكم في هذه الندوة الرقمية التي تمتد على مدى ساعتين. سنتحدث خلالها عن مجموعة من أبرز النصائح والأدوات، إضافة إلى ما يمكن أن نقوم به وما لا يجب أن نقوم به عبر وسائل التواصل الاجتماعي. طبعاً يعني خلال هدول الساعتين، وأكيد ريم تتفق معي، ستكون هذه الجلسة تفاعلية. يعني ما بدنا سامية تضل تحكي، بدنا سامية تحكي وكل الزملاء والزميلات يسألوا، بحيث أنه نحاول قدر المستطاع الإجابة على كل أسئلتكم وكل استفساراتكم وتعليقاتكم. فبالتالي اللي عنده أي سؤال بإمكانكم أن تضيفوها في القسم الخاص بالـ Q&A، بإمكانكم إضافة تعليقاتكم على قسم التعليقات. وبرضو كمان ريم أعتقد رح نقدر ناخذ مجموعة من الأصوات، من الأسئلة الصوتية. بالتأكيد سيكون هذا النوع المفضل من الأسئلة لدينا، ولكن أكيد نرحب بكل الزميلات والزملاء. نعرف أنه يعني آخر النهار ومن الممكن أن يريد البعض كتابة أسئلتهم، فأكيد تفضلوا بفعل ذلك. تفضلي سامية. شكرا لك ريم. خليني أبدأ بداية بمشاركة الشاشة مباشرة معكم حتى ننطلق في هذه الرحلة التي سنتحدث فيها عن تعزيز حضورنا عبر منصات التواصل الاجتماعي. وطبعا أنا لن أعيد ما قالته الزميلة العزيزة ريم، وإنما سأترك هذه الشاشة قليلا حتى يعني تاخذوا الحسابات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، بما أنه هذا موضوعنا لليوم. ويعني أرحب أكيد بالمتابعين
المتابعة وبالتواصل بشكل مباشر عبر هذه المنصات المختلفة. ولكن قبل ما نبدأ وخصوصا في هذا الموضوع اللي طبعا الموضوع الذي يشغل بالنا منذ فترة طويلة يعني تصل إلى سنوات، طول عمرنا بنحكي كيف يمكن أن أصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كيف بقدر أستعمل فيسبوك حتى أصل إلى الجمهور، كيف يمكن أصل إلى تفاعل أكبر عبر تويتر وما إلى ذلك. هناك بعض الأمور التي يجب أن نتذكرها وأن نذكركم بها، وهي أنه بداية المقاس الواحد لا يناسب الجميع. يعني سامية اليوم ما عندها معادلة 1+1=2 وهي ستكون خلينا نحكي الإجابة على كل الأسئلة التي يمكن لنا أن نطرحها. فدائما هناك تحديات مختلفة، هناك أيضا سيناريوهات مختلفة يعاني منها أو يعيشها الكثير منا فيما يتعلق بنشر المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أيضا بما أنه عم نحكي عن الحلول وعم نحكي عن التحديات، الحل لا يمكن أن نقوم بتحقيقه بين يوم وليلة، نحن بحاجة إلى التجربة والصبر والتقييم وما إلى ذلك حتى يمكن أن نتوصل إلى النتيجة المناسبة لنا في نهاية الأمر. الأمر الثالث المتعلق بأنه كلياتنا موجودين على السوشيال ميديا، كلياتنا بدنا نوصل لكل الجمهور على السوشيال ميديا، ولكن في نهاية المطاف السوشيال ميديا ليست العصا السحرية التي يمكن أن تحقق لنا هذا الوصول. وسنتحدث لاحقاً أيضاً عن مجموعة من المنصات والحلول الأخرى التي يمكن أن نستعيد بالسوشيال ميديا أو نستعيد عنها نستعيد بالسوشيال ميديا ونذهب إليها. كمان يجب أن لا ننسى بأن نحن نقوم بإنتاج المحتوى صحيح، ولكن هناك أيضاً طرف يتحكم في انتشار هذا المحتوى، وأتحدث هنا بالتحديد عن الخوارزميات الخاصة بالمنصات الاجتماعية والتي تعتبر من أبرز التحديات التي يعاني منها الصحفيون والصحفيات ومدققو ومدققات المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كنا من يومين قد وضعنا سؤالاً عبر مجموعة أريج معكم عن أبرز التحديات التي تواجهكم، وكان التحدي الأكبر هو القيود التي توضع على أنواع مختلفة من المحتوى، خصوصاً المحتوى في المنطقة العربية، والتي وهذه القيود تساهم طبعا في منع انتشار وتبطيء انتشار هذا النوع من المحتوى. مثل ما حكت ريم من شوي، الشائعة بتنتشر بسرعة، انتشار النار في الهشيم، لكن لما بنيجي بندقق المعلومة ما منلاقي إنه إلها نفس نسبة الانتشار، وهذا قد يعود بشكل أو بآخر إلى طبيعة الناس في التعاطف وفي أن الشائعة المليئة بكل هذه الإثارة وبكل هذا الصخب العاطفي وما إلى ذلك هي تستفزهم حتى يقوموا بالانتشار. شير وحدة كفيلة بأن تقوم بإيصال الشائعة إلى الكثير من الناس، وهذا يلعب دور المحفز للخوارزميات حتى تساهم في انتشار أكبر لهذا النوع من المحتوى. أهم شيء دائماً يجب أن نتذكر، وهو ما يعيدنا إلى النقطة الثانية، هي فكرة التقييم والتجربة. نحن مش بس آلات سنقوم بالنشر بشكل مستمر، ولكن يجب أن ننشر، يجب أن نقيم، ويجب أيضاً أن نستفيد من التجربة الموجودة ما بين أيدينا. لكن بداية بحب بس هيك إنه نسمع منكم قليلاً، ولكن عبر الإجابة على السؤال التالي اللي راح أطلب من زملائنا في ديجيتال أن يقوموا بإضافة الرابط، برضو أنا كمان بقدر أحطه هون. أريد أن تدخلوا على هذا الرابط الموجود أمامنا مباشرة، شكراً سعيد، وأن تقوموا بملء منصتين أنتوا أكثر شيء موجودين فيهم، يعني أين يتركز نشاطكم بشكل عام عبر هذه عبر المنصات الاجتماعية المختلفة. هل أنتوا موجودين على فيسبوك؟ هل أنتوا موجودين على تويتر؟ هل أنتوا موجودين على منصات أخرى؟ وطبعاً عم نشوف الكلمات بدأت بالظهور مباشرة أمامنا. يبدو أنه فيسبوك هو الذي يتصدر الساحة. كمان في عنا تويتر، في ناس موجودين على تيك توك، هذا أمر يدعو للسعادة أيضاً أنه في عنا ناس بلشت تكون موجودة على تيك توك.
منحب كمان يعني إذا في حدا عنده نوع من المحتوى الذي يحب أن يشاركه معنا في القسم الخاص بالتعليقات، برضو منحب أنه نسمع منكم. تويتر، يوتيوب أيضا، إنستغرام، ريدت، لينكد إن، إذن فيسبوك وواتساب، إذن مجموعة متنوعة من المنصات، ولكن يبدو أن المنصات الأكثر انتشارا ما بينكم هي المنصات المعهودة المنتشرة والأكثر انتشارا في المنطقة العربية، فيسبوك، إنستغرام، تويتر وما إلى ذلك. فبالتالي يعني اليوم نحن سنتطرق إلى مجموعة عامة من الأمور التي يجب أن نحرص على القيام بها في هذه المنصات المختلفة، إضافة إلى بعض الأخطاء التي ترتكب عبر هذه المنصات والتي سنحاول قدر المستطاع أن نقوم بالابتعاد عنها. طيب، بينما نترك هذه الشاشة قليلاً، لأنه بعرف أنه يعني ستكون الكلمات التي تقومون بإدخالها تقريباً مشابهة، خلينا نرجع للسؤال الذي طرحناه منذ قليل، والذي طبعاً طرحناه سابقاً على مجموعة أريج معكم، وهي والسؤال الذي يقول: أكبر التحديات التي تواجهونها عند النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي. بحب أسمع تعليقاتكم في الشات أو في الصندوق الخاص بالتعليقات لحتى نقدر نتعرف بشكل مباشر على أبرز التحديات، أبرز هاي الصعوبات اللي نحن بنعاني منها. وفاء عم بتقولنا إنه ما فيش زر تعديل في تويتر، أعتقد يعني هذا الزر هو مطلب جماعي وجماهيري كبير يا وفاء، مش عارفة قديش يعني سيتحقق قريباً. يبدو إنه الشخص الذي وعد بأن يقوم بإضافة هذا الزر مش عارفة قديش يعني هو ثابت على كلامه في شراء تويتر، فخلينا نشوف. عمر يقول: معرفة المحتوى التفاعلي المناسب للجمهور المستهدف. محمد: تقييد النشر. إيمان تتحدث عن حظر المحتوى خاصة فيما يتعلق بالأحداث في فلسطين. سامحي: تحديد الجمهور. هادي: تعليقات الجمهور. نشر معلومات لها قيمة. إذن الأمر كثيرا يتعلق بالجمهور بشكل أساسي. السياسات التي تفرضها بعض المؤسسات أو بعض المنصات المختلفة. أن الذوق العام متجه أكثر نحو التسلية كما يقول عمر، وبعيدا عن المحتوى الجاد. مريم تقول: البعد العاطفي الذي يعد سببا في انتشار الخلل المعلوماتي، هذا أمر أيضا مهم جدا أن نتحدث عنه. عدم الشفافية لدى المنصات المختلفة، المصدر، الجمهور، حجب المعلومات. إذن الكثير والكثير من التحديات التي تواجهنا نحن كمدققي ومدققات للمعلومات، إضافة إلى الصحفيين والصحفيات بشكل عام. فبالتالي يعني تنوعت هذه الأمور ما بين المحتوى، ما بين الجمهور، وما بين المنصة نفسها. طبعا أكيد هناك بعض الأمور التي يجب أن نحرص على أن يعني يكون في عنا توقعات فيها. يعني هناك بعض أنواع المحتوى التي نعلم بأنها لن تنتشر بشكل كبير، فبالتالي يجب أن نبحث دائما عن أنواع المحتوى التي تزيد من التفاعل وتزيد من الشير بشكل رئيسي، خصوصا على منصات مثل فيسبوك. فبالتالي هذا أيضا ما سنقوم بالتطرق له في ندوتنا لهذا اليوم. لكن طبعاً قبل أن نبدأ، بس بحب أمرق بشكل سريع على بعض المفردات المستخدمة، خصوصاً عندما نتحدث عن تواجدنا عبر المنصات الاجتماعية، فحتى نكون عم نحكي عن موضوع يعني واحد ونفهم على بعض فيه، يجب أن نفهم بالبداية بعض المفردات المستخدمة عبر هذه المنصات. ويمكن أنا بشكل أساسي بدي أركز هلأ بشكل نظري بحت، واعذروني على ذلك، ولكن لن أطيل الحديث في هذا الموضوع. سنتحدث عن موضوعين مهمين، سنتحدث بداية عن الوصول أو الريتش، وسنتحدث أيضا عن التفاعل أو الانجيجمنت. طبعا الوصول أو الريتش هو عدد المستخدمين اللي المنشور بيوصل لهم عبر المنصة الاجتماعية وبيكونوا شافوه، فهذا ممكن يكون عبر خاصية السكرول اللي هي أنا لما بطلع بالتايم لاين تبعي، فبالتالي أتمكن من مشاهدة منشور أنا بس شفته، هو مرق أمامي، ولكن ليس بالضرورة أن أكون قد تفاعلت معه.
وليس بالضرورة أنه أنا أكون ركزت في المحتوى الذي برز عبر هذا المنشور. طبعاً هذا على الناحية الأخرى لدينا موضوع التفاعل أو الانجيجمنت. التفاعل أو الانجيجمنت هو المستخدمين اللي قاموا بفعل معين مع هذا المنشور، تجاوز فكرة أن أقوم فقط بقراءته أو متابعته أو ما إلى ذلك، أو حتى أنه شفته. فبالتالي ممكن أنه أعمل لايك، ممكن أنه أضيف عليه كومنت، ممكن أنه أضغط على رابط حتى أذهب إلى الموقع الإلكتروني، ويمكن أيضاً أن أقوم بمشاركة المنشور. وعلى فكرة مع الزمن ومع كثرة المحتوى الموجود عبر المنصات الاجتماعية، هذه الأمور التي تتعلق بموضوع التفاعل هي طلب كبير من الناس، إنه أنا إذا بدي الناس تعمل هيك فأنا عم بطلب منهم يغلبوا حالهم بشكل كبير، فبالتالي يجب أن يكون المحتوى الذي أقدمه يستحق أن يقوم هذا الشخص بالتفاعل أو الانجيجمنت. هلأ آخر تعديلات للخوارزميات، خصوصاً خوارزميات فيسبوك، تحفز فكرة نشر المحتوى الذي يحفز الأشخاص إنهم يعملوا شير، يعني أي محتوى أقوم بمشاركته فهذا هو المحتوى دائماً الذي يتصدر موضوع الخوارزميات، وسنتحدث عنه بعد قليل مباشرة. طبعاً نحن عندما نتحدث عن الوصول، الوصول إشي مهم، حتى لو أنا بدي الناس بس تشوف المحتوى لحتى تعرف إنه أنا موجودة، يعني أنا كمؤسسة لتدقيق المعلومات أو كمؤسسة صحفية أو حتى لو كنت مدققة معلومات مستقلة، الوصول بالنسبة لي هو أمر مهم، لأنه بيعمل awareness، بيعمل وعي بإنه هذه المؤسسة موجودة، فبالتالي يساهم في بناء السمعة الخاصة بهذه المؤسسة. أما التفاعل فهو أيضا مهم، لأنه يساهم في بناء الولاء، يعني بيبني اللويالتي، بصير أنا بما أنه عملت هذا الفعل الجهد الإضافي في التعليق أو في المشاركة أو في اللايك أو ما إلى ذلك، فأنا بالتالي بذلت مجهود وكأنني أقر بأن هذا المحتوى هو المحتوى اللي أنا ممكن أكون وفية وعندي ولاء لهذا النوع من المحتوى. طبعاً الوصول لا يساهم في زيادة انتشار المنشور، ما يساهم في انتشار زيادة انتشار المنشور بشكل أكبر ووصوله إلى جمهور أكبر هو التفاعل مع المنشور. حتى أنتوا لاحظوا أوقات على تويتر لما بس حدا بيعمل لي ريتويت، هو وصل إلى مجموعة أكبر من الناس، صار في عندي ريتش أوسع، ولكن أيضاً صارت في قابلية أكثر أن يتم مشاهدة هذا المنشور من قبل عدد أكبر من الناس. فبالتالي ما يجب أن نركز عليه دائماً هو أن ندفع القارئ أو المستخدم إلى أن يقوم بالتفاعل مع هذا المنشور من خلال القيام ببعض، أنا بحب أسميها تريكس، يعني بعض الخطوات البسيطة التي لن تخلق تغييراً جذرياً، لأنه مثل ما حكينا بالبداية الموضوع مش موضوع سحري، وإنما هي ستساهم على المدى الطويل في خلق هذا التغيير على رؤية ومشاهدة هذه المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. طبعاً إذا بدنا نحكي عن الوصول بشكل أساسي، خصوصاً على منصات مثل فيسبوك، بما أنه يعني غالبيتكم تنشطون على هذه المنصة، فبالتالي الوصول يتم قياسه بطريقتين. في عنا إشي اسمه post reach أو وصول المنشور، اللي هم الناس اللي عم بعملوا سكرولينج على تليفوناتهم وشافوا المنشور تبعنا على الصفحة تبعتنا أو على خطهم الزمني، فبالتالي هم شافوا منشور محدد. دراسة هذا النوع من المنشورات أمر مهم، وهذا أمر سنتطرق له بعد قليل عندما نتحدث على موضوع الأرقام والتحليلات وما إلى ذلك. أما بالنسبة للpage reach أو وصول الصفحة، فهو بياخذ عدد المستخدمين اللي شافوا أي شيء من المحتوى ولكن خلال فترة زمنية محددة. فأنا هنا ما عندي محتوى محدد أستطيع أن أقول بأنه سامية شافت الفيديو الفلاني في اليوم الفلاني، لا، سامية تشاهد محتوى صفحة الشبكة العربية لمدققي المعلومات خلال هذا الأسبوع، ومدى التفاعل معه هو هالقد على سبيل المثال. فبالتالي وصول المنشور هو أمر مهم جداً لنا، لأنه يساهم في
تعميق دراستنا لسبب نجاح هذا النوع من المنشورات. ورح نضل نركز على فكرة الأرقام، لأنه للأسف الشديد ما يحدث معظم الأحيان هو أنه الكثير من المؤسسات تقوم بالنشر المستمر بشكل دائم وبشكل مستمر، ولكن من دون ما يكون في هناك دراسة محددة لكيفية أداء هذه المنشورات التي يتم نشرها لجمهور مختلف في أوقات مختلفة، في ساعات مختلفة، وأيضاً بصيغ مختلفة طوال الوقت. طبعاً بالنسبة للوصول، في عندنا ثلاثة أنواع من الوصول، عشان بس كمان نقدر نعرف فيسبوك من ناحية الخوارزميات كيف يعمل. يعني أنتم تحدثتم كثيراً على موضوع الخوارزميات والقيود وما إلى ذلك، ولكن مهم أيضاً حتى نتمكن من التعرف على ما يعجب الخوارزميات إن نفهمها. أنا لا أقول هنا إنه أنا بدي أشتغل حسب ما بدها الخوارزميات، لكن أنا بدي أكون ذكية كفاية بحيث أنني أتحايل على هذه الخوارزميات وأقدر أستفيد منها بالشكل اللي ممكن يخدم المحتوى تبعي. طبعاً للوصول، لتحقيق الوصول، هناك ثلاث طرق رئيسية لتحقيق هذا الوصول على فيسبوك بالتحديد. في عنا الوصول الطبيعي اللي هو أنا بكون نشرت منشور، لا دفعت عليه ولا عملت فيه إشي، اشتغلت عليه بشكل إنه يبين مرتب وواضح وفي call to action أو طلب محدد أو ما إلى ذلك، فبالتالي يعرض بحسب ما تمليه عليه الخوارزميات. يعني أنا هنا بدي أكون عم بمشي حسب الالجوريثم أو حسب ما بدها الخوارزميات تبعت هذه المنصة بالتحديد. طبعاً كيف أنا بقدر إنه أتماشى أو أمشي مع موضوع الوصول الطبيعي؟ في عنا شغلتين كتير أساسيات يجب أن تتوافر دائماً في موضوع المنشورات التي نريد أن تصل بشكل طبيعي. أول شيء إنه أنا لازم يكون عندي هدف محدد من هذا المنشور. هذا الهدف يمكن أن يكون بكل بساطة إنه أنا بس بدي الناس تقرأ، بدي الناس تعرف إنه هذه شائعة وهذه حقيقة، بدي الناس يعني تتفرج على صورة أو ما إلى ذلك. فبالتالي هذا ممكن يكون أمر وارد، لكن هناك بعض أنواع المنشورات الأخرى التي تتضمن طلب محدد اللي هو نحن بنسميه call to action أو CTA. كأن مثلاً أعرض لهم منشور يتطلب منهم أن يضغطوا على زر محدد ليشاهدوا فيديو في موقع آخر، فبالتالي أنا بكون حددت لهم إنه watch video أو شاهدوا الفيديو. أو ممكن يكون في عندي الطلب المحدد زيارة هذا الرابط، ولو إنه كمان هنا بدنا نكون شوي حذرين وسأتحدث عن هذه النقطة بعد قليل. فبالتالي أريد أن يذهب الشخص القارئ من صفحة فيسبوك إلى صفحة الموقع الخاص فيه لحتى يقرأ النص هناك. هلأ بالنسبة لهذه النقطة بالتحديد، هناك تغير كبير طرأ على سلوك المستخدم في السنوات الأخيرة، خصوصاً على منصات مثل فيسبوك وتويتر وما إلى ذلك، أي تلك المنصات التي يمكن لي أن أقوم بإضافة رابط لموضوعات أريد للناس أن يذهبوا ويقرؤوها على موقعي. الناس زمان، حتى إذا يعني تقريباً في بداية العقد الماضي، كانت منصات التواصل الاجتماعي هي مصدر الترافيك أو مصدر الزيارات الأولى للكثير من المواقع، لأن الناس لسه مش متعودة بتتعامل مع تويتر أو مع فيسبوك على إنه منصة للتوصيل. يعني أنا بروح بقرأ منشور بيعجبني، بدخل على الرابط، بروح على الموقع. فبالتالي كانت هذه المنصات هي منصات بتلعب دور الإيصال أو الوصول إلى الموقع الرئيسي. مع الوقت سلوك المستخدم تغير، الأمر لم يعد بهذه السهولة. كنا عم نحكي قبل شوي إنه أنا إذا بدي أخلي المستخدم يعمل شير ولا لايك ولا كومنت، فأنا عم بطلب منه فعل عظيم. ونفس الشيء لما بدي أطلب منه إنه يروح على موقع آخر حتى يزور الموقع ويقرأ المادة هناك، فأنا أطلب منه أيضاً فعل عظيم. فبالتالي صار المستخدم نفسه يفضل دائماً أن يبقى داخل فيسبوك. ومش بس المستخدم على فكرة، المنصة نفسها صارت تركز على فكرة إنه دعونا ننشر المنشورات أو نركز على نشر المنشورات ونشر تلك المنشورات اللي بتخلي المستخدم
يبقى داخل هذا الموقع ولا يخرج للخارج. فبالتالي هذا يؤثر على طبيعة علاقتنا بهذه المنشورات المختلفة. يعني أنا عندما أريد أن أضع الهدف وأضع الطلب لازم أكون عارفة إنه هذا المنشور فعلاً سيحفز الشخص أن يقوم بالتوجه إلى صفحة أخرى أو موقع آخر ويترك كل التايم لاين اللي هو عم بتطلع عليه. عشان هيك كثير من المؤسسات أو كثير من الناس الذين الأشخاص الذين يقومون بنشر المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي بفضلوا الآن إنه ينتج محتوى للمنصات الاجتماعية ومحتوى قد يكون مختلفاً قليلاً للمنصات الأخرى. الأمر الثاني المهم فيما يتعلق بالخوارزميات هو أيضاً سامية بديش أقاطعك بس قبل أن نكمل ممكن تشرح هيك ولو بسيط إيش يعني خوارزميات أو algorithms أوكي. لأنه أكثر من سؤال إجا في الشات. تمام أكيد. الخوارزميات هي مجموعة من هي عبارة عن concept أو هو مفهوم يعبر عن التقنية التي تستخدمها منصات مثل فيسبوك مثل تويتر مثل جوجل حتى وما إلى ذلك حتى تقوم بعرض المحتوى بالشكل الذي يتناسب مع المستخدم. فيعني أنا يمكن دائما عندما أتحدث عن الخوارزميات بحب أستعمل المثال تبع المكتبة. تخيلوا إنه نحن لما نروح على المكتبة ونطلب من أمينة المكتبة أو أمين المكتبة مجموعة من الكتب، فبالتالي هو يذهب ويبحث ويعود لنا محملاً بمجموعة من الكتب التي تتناول الموضوع اللي نحن عم نحكي عنه وبيعطينا إياهم. لو ريم إجت وطلبت نفس الطلب اللي سامية طلبته، أمينة المكتبة أو أمين المكتبة رح يروح يجيب نفس الكتب ويعطيهم لريم. لو حدا تاني إجا وطلب نفس الشيء تتكرر العملية ذاتها. لكن لما نحكي عن الخوارزميات، أنا عندما أقوم بالبحث عبر جوجل على سبيل المثال عن كلمة نادي صحي خلينا نقول، فبالتالي النتائج التي ستظهر لي وبناء على السلوكيات والبيانات اللي موجودة عند جوجل من استخدام سامية لهذه المنصة ستعرض نتائج مختلفة عن تلك التي تعرضها لشخص آخر بحث عن نفس الكلمة. فبالتالي الخوارزميات هي عبارة عن مجموعة من هذه البيانات المختلفة التي تقرر ما هو نوع المحتوى الذي نعرضه لهذا الشخص ولا نعرضه للشخص الآخر. طبعاً هناك أيضاً الخوارزميات التي نفسها التي تخضع ما بدي أسميها القيود أو ترشوك خلينا نسميها القيود، للقيود والشروط التي تمليها سياسة هذه المؤسسة. يعني عشان هيك كتير منكم كتب من شوي إنه أنا مرات بيكون في عندي قيود على نشر المحتوى الفلسطيني على سبيل المثال، أو قيود تتحدث عن نشر المحتوى المتعلق ب خلينا نحكي بكلمات محددة مثل حماس أو مثل كتائب شهداء الأقصى أو مثل مثلا مرات ممكن يكون إشي له علاقة بداعش أو يعني مفردات معينة أو حتى بصور يمكن أن تكون مثلا صور لها علاقة بالجنس أو بالعري أو ما إلى ذلك. فبالتالي كل هذه الأمور تتعرف لها الخوارزميات وقد تقوم بتقييدها لدى بعض المستخدمين بينما تقوم بعرضها لمستخدمين آخرين. فبالتالي هذه الخوارزميات تتعامل مع كل مستخدم بشكل نحن بنسميه personalized، يعني بيكون مشخصاً، يعني بتشوف سامية شو بتحب وشو بتفضل عن ماذا تبحث وكيف يبدو سلوكها وتقوم بعرض المحتوى المناسب لها، أو هي بتشوف إنه مثلاً نحن في فيسبوك أو في أي منصة أخرى قد يكون ضد القواعد أو ضد السياسات الموجودة لدى هذه المنصة أن نقوم بعرض المحتوى العنيف أو المحتوى اللي فيه نوع من العري أو ما إلى ذلك. فبالتالي تقوم بتقييد هذا النوع من المحتوى من النشر عبر هذه المنصات الاجتماعية. أذكر هنا بس هيك مثال سريع جداً على هذا النوع من المحتوى، إنه كان في هناك منشور أعتقد نشر من كم سنة ذكرت فيه كلمة الأقصى أو ما إلى ذلك، فبالتالي واحدة من الكلمات المعرفة لدى الخوارزميات في فيسبوك بالتحديد هي كلمة كتائب شهداء الأقصى. فبالتالي لما الخوارزميات لا تفهم السياق المحلي والسياق الذي ترد فيه بعض الكلمات
هي تتعامل مع كل أنواع المحتوى بنفس الطريقة، فبالتالي تقيد هذا المحتوى وتقيد هذا المحتوى بس لأنه وردت فيه كلمات هي كلمات بعيدة عن السياق الذي يجب أن تقيد فيه وفقاً لهذه المؤسسات. فبالتالي عشان هيك رح نلاحظ أنه إلى جانب الخوارزميات لدى هذه المؤسسات أو لدى هذه المنصات في عنا أيضاً العنصر البشري، هذا العنصر البشري الذي يقوم بمراجعة أي نوع من الإبلاغ، عمليات الإبلاغ التي تنتج عن القيود التي تضعها هذه الخوارزميات. يعني بيجي حدا بيقول والله أنا المحتوى الـ خلينا نحكي الفلسطيني مقيد، أنا عندي بوستات نشرتها ولم تصل والريتش تبعها كتير واطي وما إلى ذلك، فممكن نعمل ريبورت على هذا الموضوع. فيتدخل هنا العنصر البشري الذي عادة ما يكون محلي، يعني مش إنه أنا إذا بدي أراجع محتوى فلسطيني أو محتوى سوري أو ما إلى ذلك بجيب حدا من هنغاريا ولا من البرازيل ولا من أي مكان تاني ما عنده علم بالسياق الذي وردت فيه هذه الكلمات، وإنما يكون بيجي من السياق الذي، أو هكذا يفترض طبعا أن يأتي من السياق الذي تم الإبلاغ عنه في نهاية المطاف لهذا النوع من المحتوى. فبتمنى تكون يعني الخوارزميات هيك بهذه، خلينا نحكي بهذه الطريقة المتشعبة بعض الشيء اللي حاولت أبسطها قدر المستطاع، أتمنى أن تكون قد أصبحت واضحة في هذا الإطار. لكن أكيد إذا في حدا عنده أي سؤال تاني بهذا الموضوع بالتحديد ما في مشكلة من عيد يعني ونحكيها مرة تانية. برضو كمان أنا هنا يمكن بدي أغتنم الفرصة شوي وأذكركم إنه إذا أنتم متواجدين على فيسبوك تقدروا تكونوا أيضا موجودين على مجموعة مجتمع مدققي المعلومات عبر فيسبوك، كمان إذا في زملائنا بالفريق التقني بيقدروا يضيفوها، إضافة إلى مجموعة أريج معكم. أي سؤال من هذه الأسئلة التي تخطر ببالكم في هذه الموضوعات نحن دائما موجودين على هذه المجموعات، ودائما بنحب إنه تسألونا ونتناقش في هذه الموضوعات المختلفة. فبالتالي بنشجعكم إنكم تنضموا إلى هذه المجموعتين خصوصا إذا كنتم مهتمين بموضوع تدقيق المعلومات. النقطة الأخرى غير عن فكرة إنه المحتوى الذي يتضمن الطلب المحدد أو الكول تو أكشن أو CTA، هي فكرة إنه أنا من خلال مراجعتي للأرقام أيضاً والتحليلات الكمية المرفقة بالمنشورات المختلفة بقدر أعرف الناس اللي بيستخدموا أو عفواً اللي بيزوروا اللي هم الفانز تبعوني أو المتابعين تبعوني، بقدر أعرف متى هم موجودين أونلاين. هلأ طبعاً هذا بيساعد في إنه وجود فرصة أكبر لمشاهدة المنشورات اللي أنا بحطها على فيسبوك بالتحديد، وأيضاً على تويتر وعلى إنستغرام، يعني على كل المنصات باختصار يمكن أن تساعد في الوصول إلى الجمهور بشكل أكبر. حتى إنه مرات لما بنحط سكيدجولينج على فيسبوك، فيسبوك نفسه بيعطينا مقترحات للوقت الأمثل الذي يتواجد فيه متابعو هذه الصفحة. فممكن مثلا طبعا مثل ما حكينا بالبداية مش قياس واحد يناسب الجميع، لأنه في عنا بعض الدول اللي الناس فيها بتسهر كتير وتتابع منشورات فيسبوك مثلا بالليل، في ناس بتحب إنها تشوف فيسبوك الصبح، فبالتالي الغالبية العظمى تتابعه خلال الفترة النهار أو الصباحية. فبالتالي كتير مهم كمان إن نتطلع على أوقات ذروة الاستخدام، لأنه هذا بيعطينا فرصة أكبر للوصول الطبيعي عبر المنصات المختلفة. نيجي الآن للنوع الآخر من الوصول اللي هو أنا باعتقادي لا يستعمل بكثرة، وبقدر أقول حتى إنه هو لا يستعمل على الإطلاق. نحن يا بنسمع بالأورجانيك ريتش أو الوصول الطبيعي، يا بنسمع بالبايد ريتش أو الوصول المدفوع اللي رح نحكي عنه بعد شوي، لكن قليلاً جداً ما نسمع عن الفايرل ريتش. فايرل ريتش اللي هو لما أنا بكون عم بكتب على موضوع وهذا الموضوع أنا عارفة إنه هو حديث الساعة، فبالتالي عندما يكون حديث الساعة أو الناس تتحدث فيه بكثرة أو هناك عمليات بحث مرتفعة عنه، فبالتالي هناك فرصة أكبر لهذا المنشور أن يتفاعل معه الناس، لأنه الناس عندها إشي اسمه فومو أو fear of missing out. يعني إذا مثلاً ريم نشرت شغلة عم بتصير هلأ لازم سامية تروح تشوف، لأنه سامية بتخاف إنه يروح عليها إشي. فهذا دائماً الفضول موجود لدى الإنسان، ولازم نحاول قدر المستطاع نحن كناشرين وكصناع لهذا النوع من المحتوى أن نستفيد من هذه
الخاصية بالتحديد الموجودة عند البشر، ونحاول أن نقوم بالتركيز في الكثير من الأحيان على المحتوى اللي ممكن يكون فايرل. طبعاً رح نتعرف بعد شوي على بعض الطرق التي يمكن أن تساعدنا في إمكانية الوصول إلى هذا المحتوى، ولكن هذا النوع من المحتوى دائماً ما يشجع على التفاعل. ومثل ما حكينا من شوي، أنا بس بدي إذا حدا عمل كومنت أو حدا شير أو حدا لايك أو ما إلى ذلك، هذا دائما ما يدفع المنشور إلى الانتشار والظهور بشكل أكبر على التايم لاين أو الخط الزمني للمستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا الوصول المدفوع، وما أدراكم ما هو الوصول المدفوع، اللي طبعا يعني الواحد مرات بيضطر انه يحط اللي ايش بيقولوا اللي فوق واللي تحته عشان منشور صغير يوصل للمجموعة التي نرغب بالوصول اليها. طبعا يقال بانه في بعض الاحيان اذا نحن جربنا نستعمل الوصول المدفوع لمرة واحدة على منصة مثل فيسبوك او انستغرام، فيسبوك بيكون خلاص عرف لنا، بيقول آه هدول معهم مصاري، خليني أصير أبطئ لهم الأورجانيك ريتش ويعني نشتغل أو نركز أكثر على موضوع البيد ريتش حتى يصير في بايمنت دائم. طبعاً يا جماعة تدقيق المعلومات، هاي يمكن المعلومة مش كتير صحيحة، فأتمنى أن نقوم بتدقيقها عشان ما نقول إنه سامية تقوم بنشر الأخبار الكاذبة، ولكن هكذا يقال. وأنا بالنسبة لي it makes sense، يعني بالنهاية شركة مثل فيسبوك أو غيرها من الشركات هي شركات ربحية، وبالتأكيد هي تطمح دائما إلى إيصال أكبر عدد من المنشورات، ولكن طبعا إذا كان في payment أو كان في دفع دائما يكون ذلك أفضل بكثير. إذن طبعا دائما كمان لما نحن نحكي على موضوع الدفع أو لما نبدأ فيه بشكل أساسي، بنركز على فكرة إنه ما تحطوا اللي فوقكم واللي تحتكم، يعني ما في داعي نحط مصاري كتير، يمكن أن نبدأ بخمسة دولار، نبدأ بعشرة دولار، لأنه كما قلنا منذ البداية الأمر مبني على التجربة، التجربة والتقييم والملاحظة والمراقبة والإعادة مرة أخرى حتى نتمكن من الوصول بشكل أساسي إلى الجمهور الذي نرغب بالوصول إليه. إذن استنتاجنا من هذه الفقرة بالتحديد هي أنه نحن دائماً بدنا نركز على المنشورات التي تدفع المستخدم لمشاركتها والتفاعل معها من خلال بعض الأمور التي سنتحدث عنها منذ قليل. فبالتالي دائماً يجب أن نبحث عن هذا العنصر الذي يمس الإنسان أو يمس المستخدم بصورة مباشرة ويدفعه إنه أنا بدي أبذل هذا الجهد الإضافي حتى أقوم بعملية مشاركة هذا المنشور وأيضاً التفاعل معه ليصل إلى أكبر عدد من الناس. ريم رح أشرب شوية مي بينما أنت بتجيبي لي الأسئلة اللي يعني أعتقد صار في عنا كمية منيحة من الأسئلة. أكيد شكراً لك سامية، تستحقين أنك تشربي مي هلأ بعد كم هذا الكلام. أظن يعني المعلومات الثرية. في بعض الأسئلة بتخيل سامية متعلقة كمان خبرتك في مجال العمل على التواصل واستخدام هاي المنصات المختلفة. فأول سؤال من زميل محمد المذحجي إنه هل الخوارزميات تسري على جميع الحسابات بذات القوة أم هناك تساهل من قبل إدارة منصات تواصل اجتماعي على أخرى؟ يعني هل الخوارزميات هي في الفيسبوك مثل تويتر مثل إنستغرام؟ هلا طبعا الخوارزميات تختلف لأنه طريقة استخدام هذه المنصات المختلفة تختلف، ومش بس هيك طريقة تجاوب المنصات مع تفاعل الناس والإبلاغات والشكاوي التي تأتي نتيجة للقيود التي قد تضعها هذه الخوارزميات تختلف. يعني في تقرير سابق لإحدى أعتقد المؤسسات الفلسطينية، أعتقد حملة أو ما إلى، مش متأكدة بس عشان ما أكون عم بحكي من راسي، ولكن بعد دراسة لمجموعة من الردود أو التفاعل من قبل تويتر وفيسبوك على الإبلاغات التي تم الإبلاغ عنها نتيجة للقيود التي توضع على المحتوى الفلسطيني على سبيل المثال،
تجاوب تويتر كان كتير أسرع من تجاوب فيسبوك. طبعاً أكيد يعني كل مؤسسة، كل شركة لديها سياستها الخاصة في هذه الأمور وفي هذه المجالات بالتحديد، لكن بالتأكيد الخوارزميات مختلفة، وذلك هو نتيجة طبيعية لطريقة الاستعمال المختلفة للجمهور. يعني عشان هيك نحن دائماً بنقول لما ننتج محتوى مش ننتج محتوى واحد لفيسبوك وتويتر وإنستغرام و و و هذه المنصات مختلفة، ويجب أن نقوم بإنتاج محتوى مختلف لكل من هذه المنصات، ورح نحكي عن هذا الموضوع أكيد بعد شوي. تمام، استكمالاً لفكرة المنصات، في سؤال مطروح ويمكن هو أتوقع سؤال مهم، موضوع الهاشتاجز. يعني بتويتر معروف قديش أهميته لوضع هاشتاجز، بس يعني بخبرتك ما هي أهمية وجود هاشتاج في المنشورات، أم إنه قد يضر هذه المنشورات في بعض الأحيان؟ أكيد. هلأ بالنسبة لمنصة مثل تويتر على سبيل المثال أو إنستغرام، أو خلينا نحكي عن تويتر بالتحديد مثلاً، وجود الهاشتاج مهم لأنه يبقينا داخل خلينا نحكي إطار النقاش الذي نريد أن نكون موجودين فيه، لأنه عمليات البحث دائماً عبر تويتر عادةً ما تكون على هاشتاج معين. عشان هيك لما نقول إنه في موضوع صار ترند أو موضوع انتشر، بنقول إنه في هاشتاج منتشر، فبالتالي إبقاء الهاشتاج اللي هو مبسط ويصل إلى الناس بكل بساطة وبكل سرعة هو أمر مهم داخل تويتر. فيسبوك جربوا إنه لفترة من الوقت يكون في عندهم هاشتاج، يكون في عندهم يعني استخدام لهذه الخاصية، لكن أنا أعتقد بأنه هي على فيسبوك فشلت، وبالتالي لا يمكن التعويل عليها بشكل كبير لأنه لم تكن هناك يعني ما كان في هناك وضوح بأنه هي شو سببها. هل هي لأنه بدنا نحكي عن الترندز، ولا نريد أن نسهل عملية البحث، أو ما إلى ذلك. فأعتقد هي من منصة إلى منصة تختلف، لكن أنا أعتقد أنه هي مهمة جداً في منصات مثل تويتر وأيضاً منصات مثل إنستغرام. تمام، أتوقع هذا شيء كتير مهم. قبل ما نأخذ السؤال الأخير من الزميلة فاطمة بني أحمد، فاطمة ممكن أدعوك بمساعدة فريق الديجيتال أنك تسألي السؤال، يمكن يعني صوتياً، بس قبل ما نأخذ السؤال من فاطمة أنا عندي سؤال سامي. هلأ إحنا لما نحكي عن التفاعل والوصول وعلاقتهم ببعض، ويعني كشخص بشتغل على استراتيجيات التواصل، إيش هي النصيحة اللي بتكون الأهم؟ نبدأ بفكرة أنا بدي أشتغل على وصول الصفحة، أم بدي أبني مجتمع بعمل تفاعل على البوستات اللي بنزلها على صفحتي؟ أنا أعتقد دائماً إنه البداية حتى لو كانت لفترة قصيرة يجب أن تركز على موضوع الوصول، لأن الوصول هو اللي بيساعدني في أن أكون هذا المجتمع. يعني أنا لما بدنا نفكر فيها بطريقة سيستماتيك، إنه أنا لما بوصل فبالتالي أنا زدت وعي الناس بوجودي، فبالتالي الناس لما تعرف إنه أنا موجودة في إمكانية أكبر إنها تكون تكبس لايك على صفحتي أو فولو لصفحتي، فهذه بداية التكوين هذا المجتمع اللي بعدين بده يبلش يعمل لايك ويعمل شير ويتفاعل وما إلى ذلك. ففي البدايات البدايات أعتقد أنه التركيز بده يكون على الوصول، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه الوصول كمان يجب أن يعتمد على هذا المحتوى اللي الناس تبني له ولاءً ووفاءً لفترة طويلة. وأعتقد أنه هون هي السر، لأنه يعني ريم إذا نحن بنطلع على كمية المحتوى الموجودة على فيسبوك بس لحاله، نحن عم نحكي عن يعني يمكن أرقام أنا ما بعرف ألفظها من كتر ما في عنا محتوى ومنافسة على هذا المحتوى. فبالتالي حتى يعني فكرة أنه أنا أنافس يجب أن تبنى على محتوى قادر على عنده مصداقية وقادر على اجتذاب ثقة الناس فيه. أوكي، رائع. فاطمة إذا كنت جاهزة. أوكي تمام فاطمة، المايك معك، إذا بتحبي تسألي سؤالك باستفاضة مع سامية تفضلي. كان بخير مو سامية، صوتي واضح؟ واضح، تفضلي فاطمة. يعطيك ألف عافية سامية، ودائما يعني معودتنا معلومات مفيدة ويعني جدا مفيدة.
سامي، كنت بدي احكي لك انه بالنسبه للإشي اللي حكيتي عنه، اللي هو انه فيسبوك بعطينا وقت مقترح فيسبوك بعطينا وقت مقترح للمنشور مثلا بس نيجي ننزله. هلا هل في احصائيات الصفحه نفسها؟ يعني هل في مثلا احصائيات بتفرجيني شو هي الاوقات بشكل عام، يعني اللي تفاعل مثلا مع الجمهور فيها خلال الاسبوع الماضي؟ على فيسبوك عم تحكي فاطمة؟ على فيسبوك. أكيد. هلأ في عندك بالإنسايتس، يعني عندي بعد شوي يمكن جدول توضيحي على هذا الموضوع. عندنا بالإنسايتس مساحة اسمها الـ يعني الوقت من اليوم، اللي هي بيفرجيكي على جدول، بيفرجيكي أيام الأسبوع وبيفرجيكي الوقت خلال اليوم، فبيقولك إنه ما هي الأوقات اللي أكثر شيء الناس كانوا موجودين ومتفاعلين مع المحتوى الذي ينشر على صفحتنا. نحن ما بيهمنا الصفحات الأخرى بقدر ما بيهمنا التفاعل تبع هدول الناس على صفحتنا. فبالتالي بيقولك مثلاً إنه يوم الجمعة الساعة 10 المساء، أو يوم السبت الساعة 1 الصبح. فبالتالي بناء الاستراتيجية طويلة الأمد بناء على هذه الأوقات اللي يقدمها فيسبوك لإلك، هذه كتير بتساعد في عملية اختيار الأوقات الأمثل. فبدلا من إنه نحن بنبدأ بنكون مثلا عم ننشر طول اليوم، بنصير بنقول لا، الناس متواجدة بالوقت الفلاني، فبالتالي خلينا بس نركز بهذا الوقت الفلاني. وهو على أي حال كمية المنشورات على فيسبوك مش لازم تكون كتيرة، يعني نحن بنلاقي إنه في كتير ناس بتنشر كل ساعة كل ساعة كل ساعة، لكن الوصول لهذه المنشورات نظرا للمنافسة، نظرا لإنه أيضا شكل المحتوى وما إلى ذلك، ما رح يكون كتير. عشان هيك دائما ننصح بإنه التركيز على نوع معين من المحتوى الذي له إمكانية أكبر في الوصول هو أفضل بكثير من فكرة إنه أنا أضل أنشر كل ساعة مقابل أحصل على لايكين ثلاثة أو تعليقين ثلاثة أو ما إلى ذلك. فهذه رح نجيبها من الإنسايت، ويعني أعتقد إذا في عندنا مجال بعد شوي ممكن فرجيكم من وين ممكن تاخدوها، لأنه كمان مياسة عم تسأل عن هذا الموضوع. ففاطمة بتمنى أكون جاوبتك. أكيد أكيد سامي، يسلموا كثير. شكرا شكرا. شكرا لك سامية. في كتير أسئلة، ولكن أنا كمان إحنا متشوقين نسمع أكتر ونكمل بالشرح، أكيد. تمام فنقدر نسمع وبعدين نرد نفتح كمان مرة مساحة للأسئلة. شكرا لك. تمام. دائما نحن لما نحكي عن النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنقولكم اعملوا اعملوا سووا جربوا، طبعا دائما بنرجع بنقولكم كمان انه سووا جربوا، بس ما تفكروا انه احنا في بايدينا السحر وانه نحن يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين. فقررنا هاي المرة انه ناخذ الامور بشكل مختلف قليلا، وهو بانه نحكي اكثر عن الاخطاء، يعني نظرة سريعة على الكثير من الصفحات المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بنقدر هيك ناخذ منها شوية اخطاء ترتكب، فبالتالي هذا بيساعدنا على تفادي هذه الاخطاء. فصرنا هون بدل ما نقول لكم انه اعملوا هيك، رح نقول لكم هلا ما تعملوا هيك. طبعا عشان كمان نكون واضحين وما نحط اللوم على حالنا، وهو طبعا الذي قلناه مرارا وتكرارا اليوم، انه نحن مش بالضروره نكون دائما مسؤولين عن هذه الاخطاء التي ترتكب. فخوارزميات فيسبوك تؤثر بشكل كبير على سبيل المثال. بتذكر اول ما بلش فيسبوك بنهايه العقد ما قبل الماضي، كل شيء كان ينتشر كان ينشاف، يعني كان دائما يشاهد. لكن بحلول 2012 لما بدت هذه المنصه تكبر، خصوصا وانها يعني اثبتت بانها منصه قادره على التغيير، خصوصا بعد ما صار في دول مثل مصر وفي تونس وما الى ذلك، بال 2012 صار في عندنا انخفاض بحجم الوصول وحجم المشاهدات. 16 فقط بالمئة من متابعي الصفحات كانوا قادرين انه يشوفوا منشوراتها. طبعا الوصول الطبيعي بحلول عام 2016 لكل المنشورات على كل الصفحات انخفض بنسبة 52%، وهذا طبعا له علاقة بنوع المحتوى، السياسات، الخوارزميات، القيود التي توضع من هذه الخوارزميات وما الى ذلك. فاللي بدي اقوله هون انه مرات نحن في اشياء ممكن نتفاداها، ولكن في بعض الاحيان او اكشلي في 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 احيان كثيره الخوارزميات تتحكم. عشان هيك انا دائما احرص انه لما بحكي عن السوشيال ميديا انه ارجع واذكر مع نهايه الجلسه، وهذا الشيء رح نرجع نعمله اليوم ايضا، انه
ما تحطوا البيض تبعكم كله في سلة واحدة، يعني ما بدنا نحط كل الشغل تبعنا بفيسبوك ونصير تحت رحمة فيسبوك وهي تقوم بالتحكم فينا من خلال الخوارزميات تبعتها. فعشان هيك رح نتعرف بالتأكيد على منصات أخرى يمكن أن تساهم في أن نقوم بالوصول إلى الجمهور بشكل أساسي وسريع. واحدة من الأخطاء التي ترتكب بأنه نحن ما بيكون في عندنا نشر منتظم، والنشر المنتظم هو أمر مهم جداً، وعندما نتحدث عن الانتظام نحن لا نتحدث عن أسبوع وأسبوعين وشهر، نحن عم نحكي عن شهرين وطالع. فعشان هيك خصوصاً أنه لما بنكون نشتغل بمؤسسات يعني تعتمد على المواد الخبرية الآنية، ولكن أيضاً يمكن أن نقوم بتغذيتها بمواد خلينا نحكي اشتغلت منيح ولكنها غير آنية، فمن المهم أن نقوم بإعداد رزنامة للنشر الأسبوعي والالتزام بها كما قلنا على المدى الطويل. هاي بعض الأدوات اللي فيكم تستعملوها والتي تساعدكم أيضاً في التعرف على أكثر المنشورات التي لاقت تفاعلاً ما بين الناس، وبعضها مثل مثلاً ميت أدجر على سبيل المثال اللي هي آخر واحدة على جهة اليسار، هي تحكي لكم إنه مثلاً هذا المنشور اشتغل منيح وجاب تفاعل منيح، فبالتالي ينصح بإعادة نشره في هذا الوقت بالتحديد على سبيل المثال. فبالتالي وجود هذا النوع من الأدوات عادة ما يساعد بالالتزام ويساعد أيضا بالحفاظ على هذا الالتزام لفترة طويلة من الوقت. طبعا هذه الأدوات بعضها مجاني وبعضها شبه مجاني، أي أنه بدنا ندفع أكثر حتى نحصل على خصائص أكبر، ولكن بطبيعة الحال بخصائصها الأساسية هي ممكن تكون جداً مهمة وجداً ضرورية عندما نتحدث عن الانتظام في النشر وإعداد الرزنامة للنشر الأسبوعي. كمان واحدة من الأشياء اللي أنا كتير بشوفها خصوصاً على منصات تدقيق المعلومات هي أنه أنا عندي منشورات مكتوبة أو هي فقط صور، وهذا الشيء كويس ما في مشكلة، ولكن يجب أن نكثر من المواد التي تحتوي على الفيديو. الفيديو الذي يجب أن ينتشر 3 أو 4 مرات في الأسبوع إمكانية وصوله دائماً تتفوق على الصورة وتتفوق على النص بطبيعة الحال. هلأ طبعاً زمان لما كنت أقول للناس اعمل فيديو يجي عبالي الكاميرا اللي هالقد والتصوير والمصاري والأديتينج والميزانية المرتفعة، لكن الآن أنا فقط بتليفوني وفقط بأدوات كتير بسيطة مثل الأدوات التي أضعها أمامكم مباشرة، كانفا أو إنفيديو، يمكن لي أن أقوم بتصميم فيديوهات تصل وتنتشر بشكل كبير. وأنا مش عم بحكي على فيديوهات طويلة، نتحدث عن فيديوهات لا يتجاوز طولها دقيقة أو دقيقة ونص بالكتير. طبعاً مع إنه نحن عم نستعمل فيديوهات ومع إنه نحن عم نشتغل على الشائعة مقابل الحقيقة أو تدقيق المعلومات أو ما إلى ذلك، بدنا دائماً نفكر بإنه نحن رغم إنه نحن عم نستعمل وسائل تواصل اجتماعي وقاعدين وراء كمبيوتر وورا شاشة وما إلى ذلك، لازلنا بداخلنا نعشق رؤية الإنسان، منحب دائماً نشوف إنسان عم بحكي معنا، مش بس صور وكلمات ومقاطع مصورة ومواقع وما إلى ذلك. فإذا في أي فرصة ممكن يكون في عندي فيديو مصمم بطريقة أن يكون يعني أن يكون مقدماً من قبل وجه بشري، وعفواً على استعمال وجه بشري، ولكن يعني لقيت إنه هاي أفضل طريقة لحتى نحكي عن الإنسان الذي يمكن أن يقف أمامنا على الشاشة، فبالتالي يفضل دائماً أن نقوم به. هذا الفيديو موجود على أعتقد بوليتي فاكت إذا أنا مش غلطانة، بس الفيديو كتير حلو وهو أيضاً في خضم الموضوعات اللي نحن عم نحكي عنها اللي هي تدقيق المعلومات. بوليتي فاكت. فالزميلة من بوليتي فاكت تتحدث عن تدقيق المعلومات المتعلقة بالأسلحة على إثر الحادثة التي وقعت الأسبوع الماضي، فبالتالي كل اللي عم تحكي عنه هو تصريحات عرضت لتيد كروز، خليني أحطه بشكل سريع، للسيناتور تيد كروز في الولايات المتحدة الأمريكية، مع صور مع مقاطع لتصريحاته، واقفة هي أمام الكاميرا عم تحكي مع نص يظهر بكل بساطة على الشاشة. فبالتالي
مشاهدة أول شيء فيديو هو دائما يجذبنا إنه نحن نكمل، لأنه دائما الفيديوهات فيها هذا النوع، خصوصا إذا كانت القصة مبنية بطريقة سلسة وسهلة وجميلة وجذابة. والأمر الآخر إنه طبعا هي في عندها انتشار أكبر مقارنة بصورة أو بنص أو برابط أو ما إلى ذلك. والأمر الأهم فكرة إنه أنا لما بشوف حدا عم بيقول لي هذا خطأ وهذا صح، هذا شائعة أو هذا حقيقة، فهذا عادة ما يعطيني نوع أكبر من المصداقية أو نوع أكثر من الصدق اللي أنا دائما ما أحاول أن يعني أدور عليه وأكون قريبة منه. فبالتالي هذا من أنواع الفيديوهات البسيطة اللي لو انكتب له سكريبت على موضوع فايرل، مثل ما حكينا من شوي، مثل موضوع الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية، فبالتالي هذا يساهم على المدى الطويل أن يكون في عندي انتشار ووصول أكبر لهذا النوع من المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي. هذاك الفيديو مش الوحيد اللي نحن ممكن نشتغل فيه، أيضا في عنا فيديوهات أخرى، مثل مثلا مثال هذا الفيديو برضو من Polity Fact اللي هو عبارة عن مقابلة، يعني مين في أفضل من شخص خبير أنا بقدر أجيبه حتى يحدثني عما إذا كانت هذه المعلومة بالتحديد هي معلومة صحيحة أو مش صحيحة. فبالتالي دائما عندما أمنح وقتا للخبراء وللناس اللي أنا بعرف إنه الناس بيوثقوا برأيهم، بعطيهم وقت على الشاشة أو على الفيديو حتى يحكوا ويعبروا عن آرائهم، هذا دائما يساهم أيضا في الانتشار الأوسع، لأنه لما أنا بشوف الفيديو بصير أقول آه شوفوا فاوتشي اللي حكى، مش والله مثلا جارتي إم ما بعرف مين. فبالتالي دائما هذا العنصر البشري، سواء كان من الفريق اللي بيشتغل في تدقيق المعلومات أو حتى من الخبراء، خصوصا الخبراء الذين يثق الناس برأيهم، هذا باعتقادي يساهم بشكل كبير في مسألة انتشار الفيديو وأيضا زيادة المصداقية، بعيدا عن فكرة أنه أنا بحط للناس شائعة وحقيقة أو بحط لهم أنه سمعنا عن هذا الخبر وهذا هو الصحيح من هذا الخبر. فهذه بس بعض الأمثلة على مجموعة من المقاطع اللي كتير بسيطة، واللي أعتقد يعني يوتيوب كتير معبى بالفيديوهات التعليمية اللي بتعلمكم كيف تشتغلوا على أدوات مثل كانفا أو مثل إنفيديو بكل بساطة وبكل سهولة، بحيث إنكم تكونوا قادرين على إنتاج هذه الفيديوهات خلال فترات زمنية قصيرة، لدرجة إنه ممكن المحتوى كله يقلب فيديو. طبعاً أكيد نحن ما بدنا المحتوى كله يقلب فيديو، ولكن هي فقط محاولة لتنويع أشكال المحتوى التي يمكن أن ننشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي. هذا الجدول اللي كنا عم نحكي عنه من شوي، اللي هو فكرة إنه في عندي أيام الأسبوع وفي عندي أيضاً الأوقات اللي هي من الساعة 12 بالليل للساعة 11 المساء ثاني يوم. فبالتالي الأوقات الغامقة هي اللي بتفرجيني الناس وين أكتر شيء متفاعلين، يعني في هذا البلد اللي صراحة أنا مش عارفة شو هو، بس عم بيقول لي مثلاً إنه يوم الاثنين الساعة 3 الصبح الناس كتير نشيطة. هذا الجدول على فكرة شبهه شوي، بنشوفه متى؟ بنشوفه برمضان. برمضان رح نلاحظ إنه كتير من المؤسسات اللي بتنشر عبر فيسبوك وتويتر وما إلى ذلك تعمل تغيير بجدولة المنشورات تبعتها بحيث تصير شوي بالليل أكتر. فالفكرة هون إنه أنا أتابع سلوكيات الناس، أنا أتابع الناس متى بتقوم ومتى بتصحى ومتى بتمسك ومتى بتشتغل ومتى ومتى ومتى، بحيث أكون قادرة على أعمل adjustment، يعني أعمل هذا التغيير الذي يتناسب مع التغير في هذا السلوك اللي موجود عندي. هذه راح أطلع لكم إياها من وين منطلعها بالتحديد، من فيسبوك، بلكي لما بناخد سؤال بعد قليل. أيضا كتير من المنصات أنا بشوفها يلا ننشر منشور ويلا نستهدف كل حدا. للأسف الشديد ما في إشي اسمه كل حدا. أنا لما بدي أكون عم بستهدف بحملة أو بدي أستهدف حتى لو أنا مش محدد الجمهور تبعي، لكن أنا بطبيعة الحال وبشكل غير مباشر قادرة على تحديد هذا الجمهور من خلال عدة عوامل. يعني أنا مثلاً لما بدي أعمل فيديو لعمر مثلاً خلينا نقول 20 15 ل 20 سنة،
أكيد شكله ما راح يكون مشابه للجمهور اللي هو مثلاً فوق 60 سنة، سواء من ناحية المواد البصرية، من ناحية اللغة، من ناحية الحركة والرذم والإيقاع وما إلى ذلك. فبالتالي قد لا يكون الاستهداف بشكل أساسي من خلال الحملات، بحيث أنا أقول إنه بدي إياهم من البلد الفلاني، بدي إياهم بس سيدات، بدي إياهم من عمر كذا إلى كذا، ولكن أيضاً في الأسلوب المستعمل واللغة المستعملة داخل المنشور اللي نحن نقوم بنشره على المنصات المختلفة. طبعاً في الإنسايت أو في الأرقام التحليلية الموجودة بفيسبوك، وأنا باعتقادي إنه هاي كنز كتير كبير، هاي المعلومات كلها موجودة، وراح أحكي لكم بعد شوي عن أكثر التحليلات الكمية التي يجب أن نقوم بالاطلاع عليها، اللي هي بالأساس تركز على الناس من أي بلد جاي، فكرة أيضاً العمر، وفكرة أيضاً الناس وين عم بتشوفني، يعني هل عم بتشوفني على تليفون، هل عم بتشوفني على كمبيوتر، وين عم بتشوفني بالتحديد، لأنه هذا بيعطيني أيضاً فكرة على شكل المحتوى، وين الناس بتفضل إنها تتفاعل مع هذا النوع من المحتوى. فبالتالي فهم الجمهور أو تصميم الجمهور ليس فقط من خلال اختياره بشكل أساسي، وإنما أيضاً من خلال تصميم المحتوى اللي نحن بنقدمه لهذا الجمهور. واحدة من الأشياء الكتير مهمة اللي دائماً يجب أن نحرص عليها هي إنه أنا أفرجي الجمهور إنه أنا موجود. أنا لست فقط منصة تقول لكم هذا صح وهذا خطأ، أنا منصة أتفاعل معكم. وعلى فكرة التفاعل مش لازم يكون بأنه إذا حدا حكى شغلة أنا أرد عليه وأقول له لا كلامك مش صحيح واطلع على هذا الرابط وما إلى ذلك. ممكن يكون التفاعل بكلمة شكراً، ممكن يكون التفاعل بالدوس على زر اللايك لهذا التعليق، ممكن يكون أيضاً التفاعل بإني أنا يعني بما أنه ممكن يكون أعجبني التعليق بعمل له بينينج في أعلى الصفحة أو في أعلى قائمة التعليقات. هلا طبعاً هناك الكثير من الجدل المتعلق بالتعليقات التي تظهر على المنشورات التي تحتوي معلومات مدققة، لأنه بيجي مثلاً بيقول لك اللقاحات بعد جائحة كورونا وهي عبارة عن وضع شرائح في أجسادنا للتجسس علينا، نيجي نحن منقول تم تدقيق هاي المعلومات وهذه شائعات وما إلى ذلك. في التعليقات راح تلاحظوا كتير إنه في ناس تصدق الشائعة الأساسية وبترجع إنها تبينها وبترجع إنها تحكي فيها، بحيث إنه تعطى أو يعطى هؤلاء الأشخاص مجالاً أكبر لحتى يعلقوا عليها ويناقشوها فيما بينهم. فبالتالي هون بيصير في عنا جدل داخل منصات تدقيق المعلومات بالتحديد، هل أخلي هاي التعليقات ولا أشيلها؟ هلا أنا عندي رأيي الخاص بهذا الموضوع، بس أنا بحب كمان أسمع منكم أنتوا داخل مؤسساتكم أو حتى رأيكم بشكل عام، شو بتحسوا الأفضل؟ هل نعطي المساحة لهؤلاء الأشخاص حتى يعبروا عن نظريات المؤامرة التي يؤمنون بها؟ ولا إنه لازم أعمل لهم هايد، لأنه نحن أصلاً في منصة بدنا ندقق معلومات ومش ناقصنا يجي حدا تاني ويقوم ب يعني إفشال هذه العملية التي نحاول أن نقوم بها. الأمر المهم أيضاً اللي هو سيقودني لاحقاً إلى فكرة إنه وسائل التواصل الاجتماعي ليست الوحيدة، فكرة إنه فيسبوك مش المنصة الوحيدة، بالعكس أنا باعتقادي إنه أصبح لدينا الآن الكثير من المنصات التي يمكن أن نوظف فيها المواد البصرية التي تحدثنا عنها، ونستهدف من خلالها الأصغر سناً. وإنتوا بالتحديد الأشخاص الذين يعملون على تدقيق المعلومات، فكرة الأصغر سناً راح أحطها بين أو راح أحط تحتيها 10 خطوط هي التي يجب أن تهمكم، لأنه أنا بالنهاية بدي أوصل لمرحلة أكون فيها عايش بمجتمع خال من الشائعات وخال من الأخبار المغلوطة. ولتحقيق ذلك يجب أن يكون لدينا وعي يحارب هذه الشائعات، والوعي ما بنقدر نبنيه إلا من خلال الناس اللي هم نبدأ معهم من وهم صغار. فبالتالي التوجه إلى هذه المنصات مثل تيك توك، مثل إنستغرام على سبيل المثال، مثل سناب شات حتى،
هو دائما يساعد في مش بس انه انا بقول صح وخطأ وشائع وحقيقة وما الى ذلك، ولكن العب ايضا دور المثقف، الشخص الذي يقوم بزيادة الوعي وزيادة الثقافة بانه هناك معلومات مغلوطة يجب ان نتوقف عن نشرها وعن تداولها بين المنصات المختلفة. خلينا نرجع ناخذ أسئلة تانية ريم اذا ممكن بشكل سريع، وإذا في حدا أكيد إذا في حدا علق أو ما شابه. تمام، في كتير من الأسئلة سامية، خليني أبدأ وفي كتير كمان من الخبرات المتوفرة في التعامل مع المنصات، يعني هيك بعض الزملاء والزميلات كانوا بعتوا بعض تيبس كيف يمشوا على هذا الموضوع. أنا حالياً يعني بدي أسألك واحد من الأسئلة اللي برضو انطرحت بشكل كبير، إنه كيف يعني كمدقق معلومات أو مدققة معلومات، كيف أنا بقدر أعمل على يعني فهم المجتمع اللي أنا عم بتعامل معه، أو تحديد الفئات المستهدفة تاعتي؟ يعني بالنهاية الإشاعة حكينا في البداية إنها عم تنتشر بمساحة كتير كبيرة، كيف أنا ممكن أضبط هاي العملية، أو بس أنا بدي أخطط إنه هذا البوست لمين بده يروح؟ إيش يعني إيش أحسن نصائح تقدر تقدميها بهذا الموضوع؟ أكيد. هلا طبعا يعني أكيد موضوع المجتمع أو الاطلاع على المجتمع بشكل عام صعب إنه أعمله أنا بس من خلال قعدتي وراء شاشة وبشوف الناس كيف بتعلق على فيسبوك. أنا باعتقادي إنه هذا لازم يكون على مستويات متعددة، يعني أنا لما بيكون في عندي فيسبوك تمام، بس أنا كمان عايشة بمجتمع يتعامل مع الواتساب اللي هو أيضا من المنصات المغلقة التي تنتشر فيها الشائعات بشكل كبير، فلازم يكون أيضا عندي متابعة لهذا النوع من المنصات اللي مش دائما قادرة إنه أوصل لها. دراسة أو يعني أنا بالنسبة لي صراحة مدقق المعلومات أو مدققة المعلومات هو مش حدا بس بيقول لي صح وخطأ، هو باحث، هو الشخص الذي آنياً يخبرني بأنه هذه شائعة وهذه حقيقة، لكن هو على المدى الطويل يقوم أيضاً بدراسة هذا المجتمع، بالاطلاع عليه، بتحديد الفئات من الناس اللي هي الأضعف أو الحلقة الأضعف اللي هي ممكن تكون مثلاً بتصدق بسرعة، اللي هي ما عندها الوعي والدراية الكافية، اللي هي التليفون بإيدها كتير سهل إنه ينعمل عليه شير أو ينعمل عليه إرسال أو فورورد أو ما إلى ذلك. فبالتالي فكرة متابعة المجتمع من خلال السوشيال ميديا، من خلال أيضاً يعني حتى ما بدي أقول لك بشكل غير مباشر، حتى في الجلسات ما بين الناس نحن قادرين إنه مرات نطلع هذه الشائعات اللي عم تطلع والبلاوي اللي عم نسمعها فقط من جلسات والله صبحيات، ولا ناس قاعدة على القهوة بعد الظهر، ولا كل هاي الأشياء. فبالتالي يعني أنا مع إني حدا كتير داخل بالسوشيال ميديا وبقرأ فيها كتير وبستعملها كتير وما إلى ذلك، لكن أنا أعتقد أن هذا لا يغني أبداً عن فكرة التواصل المباشر مع الناس ومحاولة فهم الحلقة الأضعف في المجتمع التي تقوم ب يعني ما بيقول بنشر، هي تقوم بنشر هذه المعلومات غير المدققة بطريقة غير مباشرة ومن غير قصد. يعني هم ما عم بنشروها والله لأنه أنا أؤمن بهاي النظرية وبدي الناس كلها تعرفها، ولكن أنا لأنه والله هي مست إشي داخلي، أثارتني، حركت فضول عندي، واللي هي الأشياء اللي حكينا عنها من شوي. بناء على ذلك أنا قادرة على إنه أحدد إشي نحن بنسميه البيرسونا، البيرسونا تبعت هذه الأشخاص، إنه هذا الشخص اللي يقوم بمثلا تصديق هذه الشائعات هو رجل في 50 من عمره بيشتغل وظيفة حكومية مواصفاته كذا وكذا وكذا. لما بيكون في عندي أكثر من بيرسونا فأنا بالتالي قادرة على تصميم المحتوى اللي أنا عندي بناء على هاي البيرسونا. فهذا اللي كنا عم نحكي عنه من شوي، فكرة إنه لما بدي أجي أصمم للجيل الأصغر غير لما بدي أصمم لحدا ختيار مثلا، أو لامرأة سيدة مثلا بتشتغل مثلا بعد الظهر، أو رجل يعتني بأولاده في المنزل أو ما إلى ذلك. فأعتقد إنه هي الفكرة فكرة بحثية أكثر منها فكرة إنه أنا بس بطلع على فيسبوك وتويتر وخلص. فيعني أنا أعتقد إنه حتى فينا بالمستقبل نخصص جلسة خاصة نتحدث فيها فقط عن البيرسونا، فقط عن هذا
عن هذا عن بناء الجمهور وبناء الشخصية اللي ممكن إنه نكتب لها وننشر لها على السوشيال ميديا. بتخيل هذا كتير مهم، وسامية أنت كمان حكيتي عن إشي كتير مهم اللي هو أهمية وجود العنصر المرئي في المنشورات، تحديداً الفيديو، الصور الإنسانية يعني في هذا المحتوى والفيديو. وأنا صراحة لفت انتباهي إنه موضوع مقابلة خبراء، يعني خبير أو خبيرة في المجال، لأنه كثير من الشائعات أصلاً تبدأ مثلاً بدراسة بريطانية أجراها المعهد مثلاً الجيني، وهو ما بيكون أصلاً في هذا، بس يعني هي أخذت المصداقية من كلمة دراسة. فأنا لما أجيب خبير إنسان بيحكي بيتفاعل بيعطي وجه آخر، أو يعني بيعطي الحقيقة مصداقية أعلى. طيب، في سؤال كان متعلق بتبسيط المعلومات، يعني إلى أي مدى، يعني إحنا حكينا إنه بالنهاية مدققين المعلومات ومدققات المعلومات هم باحثين وباحثات، وهذا يعني إنه في مجموعة كبيرة من المعلومات اللي بيتم استخراجها أثناء عملية التدقيق، فلأي مدى يساعد أو لا يساعد موضوع تبسيط المعلومات للوصول إلى العامية برأيك؟ أنا رأيي التبسيط هو أمر مهم جدا ويجب أن يكون جزء أساسي من العمل في إظهار الحقيقة. طبعا لما نحكي عن التبسيط كمان بدنا نكون عم نرفقه بفكرة القصر، يعني إنه أنا لما مثلا بدي أحكي عن فيديو أو بدي أحكي عن موضوع وبدي أعمله كفيديو لازم أكون لحتى أبسطه لازم كمان يكون الموضوع محدد جدا، يعني إذا بدي أحكي عن اللقاحات المتعلقة مثلا خلينا نقول مثلا اللقاحات، ما بدي أحكي عن اللقاحات بشكل عام لأنه عملية تبسيطها حتكون كتير صعبة، فبالتالي بضل باخذ أجزاء محددة من هذه الموضوعات حتى أوصل لنقطة أنا قادرة على التبسيط من غير ما أأذي الموضوع وأتشعب فيه كتير وفي وقت قصير جدا. طبعا هذا بيساعد بأكثر من جانب، لكن أهم ما يمكن أن يساعد فيه هو فكرة إنه من خلال التبسيط أنا قادرة أوصل لكتير ناس، يعني قادرة أوصل للكبير، قادرة أوصل للصغير، قادرة أوصل للأشخاص اللي ما عندهم خلفية عن هذا الموضوع، وبالتالي تقدم لهم هذه المعلومات بطريقة سهلة وبطريقة سلسة. كمان فكرة التبسيط فيها نوع من خليني أقول يعني فيها نوع من الفن، فيها نوع من هذا الجانب الخفيف اللي هو كمان نحن مرات يعني بحاجة لإله، لأنه يعني دائما الأخبار هيك بتكون مثقلة وبتكون ثقيلة علينا، فبالتالي عندما تقدم بشكل لطيف وخفيف ومبسط أنا أعتقد إنه هذا يجعلها قريبة من القلب، فبالتالي بيكون في عندي نسبة وصول، نسبة تفاعل، بصير بحب أفرجيها للناس اللي هي لا تملك نفس الوعي أو نفس درجة الوعي اللي أنا ممكن تكون موجودة عندي، فبالتالي لا أستثقل بأنه هاي توصل لناس أو لعدد أكبر من الناس. ممتاز. في سؤال من زميل لطفي، وأظن بياخذنا هيك بسلاسل للحقيبة النصائح اللي عندك سامية، اللي هو اليوزر اكسبيرينس، يعني كيف احنا بنفهم اليوزر اكسبيرينس ونحضر حالنا كمستخدمين سوشيال ميديا أو كمنتجين محتوى على السوشيال ميديا، سواء احنا مدققين مدققات معلومات، صحفيين، صحفيات وغيرهم. فالمايك عندك سامي. User experience هو واحد من أجمل وأفضل وأعظم المجالات اللي يعني أعتقد إنه مش بس مدققي ومدققات المعلومات، أي حدا بيشتغل بمجال إنتاج المحتوى أيا كان لازم إنه يفهمه، لأنه من خلال فهم تجربة المستخدم وكيف بيقبل عليها وكيف بيستهلك المحتوى نحن بنكون قادرين نفهم اللي بنسميها pain points اللي هي نقاط الضعف أو نقاط الألم، فبالتالي قادرين على إنه نحلها. فمثلا واحدة من الأشياء اللي يمكن رح نرجع نذكرها بعد شوي كمان عندما نتحدث عن ما يجب أن نقوم به هو فكرة إنه الكل بيقول إنه الخوارزميات فيها قيود والخوارزميات تقوم بوقف المحتوى وما إلى ذلك،
ولكن الخوارزميات على الناحية الأخرى تهتم بخصائص معينة وتقوم بتشجيعها على الانتشار. فبالتالي واحدة من الأشياء اللي أنا ممكن أستفيد منها هي فكرة أنه أنا بوظف الخاصية التي تشجعها الخوارزميات وأقوم باستخدامها من أجل انتشار أكبر. طبعا هذا أكيد مرة تانية بيرجع للوقت وبيرجع للصبر والتجربة والإيفاليويشن أو المراقبة والمتابعة والتحليل وما إلى ذلك، لكن أكيد يعني التعرف على تجربة المستخدم خصوصا مش بس على منصات التواصل الاجتماعي، على منصات التواصل الاجتماعي وكيف ينتقل هذا المستخدم إلى المنصات الأخرى اللي ممكن تكون مهمة لإلي، مثل مثلا المواقع الإلكترونية. يعني أنا صحيح قلت فكرة إنه الناس ما بتطلع برا فيسبوك، بتحب تضل بفيسبوك، لكن كمان قلنا فكرة إنه أنا بدي أشجع الناس إنها تيجي عندي على الموقع عشان ما أخلي البيض تبعي كله موجود بسلة فيسبوك. ففهم هذه الرحلة من السوشيال ميديا، من فيسبوك مثلا إلى الموقع تبعي، هو أيضا أمر مهم. والله يا ميم لطفي، يعني كمان هذا بده جلسة تانية، فيعني صار في عنا هيك طلبات كتير من الشبكة العربية لمدققين معلومات. رح يزهقوا الناس مني بعدين. لا أكيد احنا جدا مستمتعين سامية، ويمكن هيك إذا بنستكمل شوية من بعض النصائح اللي أنت ممكن تقدميها. وأنا بهاي الأثناء أنه بدي أرجع أأكد على الجميع، حطوا أسئلتكم، يعني احنا كتير حابين نسمع منكم وكمان نسمع من خبرتكم. يعني واضح أنه في بالمجموعة عندنا كتير من الخبرات، سواء اللي أمور نجحت معكم أم لم تنجح، فهاي فرصة لنا كلنا نتعلم مع بعض فيها. أكيد أكيد 100%. وبنرجع بنذكر كمان عندنا المجموعات الخاصة بفيسبوك، برضو كمان بنحب إنه نسمع منكم على هاي المجموعات حتى يستفيد الكل من التجارب الخاصة اللي أنتوا مريتوا فيها. ننتقل سريعا إلى التول كيت اللي هي حقيبة المهام، اللي هي أنا رح أحاول قدر المستطاع أكون يعني مجملة فيها ولكن أرفق فيها بعض التفاصيل، لكن أنا بعتقد إنه هاي التول كيت هي الأساسيات، هي الأشياء التي يجب أن نقوم بها دائما عندما نقوم بالعمل على المحتوى الخاص بتدقيق المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي. أول شيء طبعا ما في محتوى من غير هدف، حتى لو كان الهدف كما قلنا منذ قليل هي فكرة إنه أنا بس بدي الناس تقرأ، أنا ما بدي الناس تعمل لايك ولا بدي الناس، أنا بس بدي يوصل، بس بدي الناس تميز بين الشائعة والحقيقة. طبعا تحديد الهدف هو أمر مهم، ولكن أنا باعتقادي إنه تحديد الهدف هو جزء صغير جدا من وضع الاستراتيجية. الهدف بيساعدني اليوم، بكرة، بعده، لكن وضع الاستراتيجية الخاصة بكيفية التطور على وسائل التواصل الاجتماعي هو إشي بيساعدني على النمو والانتشار لسنوات طويلة. طبعا أكيد في هناك خلينا نحكي قوالب ونماذج مخصصة لما يجب أن تتضمنه الاستراتيجيات، لكن الإشي الأكيد أنها يجب أن تتضمن هدفا، وهذا الهدف من يخدم، وما هو شكل الأداء اللي هو المحتوى الذي سيقوم بتقديم هذه الخدمة. هذا هو الأساس تبع أي استراتيجية ممكن نحن نوضعها، سواء كانت على السوشيال ميديا أو بعيدا عن السوشيال ميديا. طبعاً كما قلنا أيضاً موضوع فهم الجمهور وموضوع رسم ما سميناه بالشخصية أو البيرسونا هو أمر جداً أيضاً مهم، ورح أحاول بعد شوي كما قلنا أن أستخرج الجزء الخاص بالإنسايتس لحتى أفرجيكم من وين ممكن تطلع كل هاي المعلومات الخاصة بالأودينس. برضو كمان فكرة المنصة، يعني نحن كتير بنحكي على فيسبوك وتويتر وإنستغرام، بس ممكن يجي حدا ويقول لي طيب سامية إحنا يعني شغلنا يعني ما بيزبط على إنستغرام. تمام، مدام نحن عارفين إنه ما بيزبط على إنستغرام وجمهورنا مش موجود على إنستغرام، أنا باعتقادي إنه هذا قرار صائب جداً. يعني مش بالضرورة إنه أنا أكون موجودة على كل منصة، ولكن بالضرورة أن أكون متواجدة على المنصات التي يمكن لي أن أحقق أهدافي مع جمهوري الذي أرغب بالمحتوى اللي أنا بدي إياه. كمان أيضاً فكرة التركيز على المحتوى البصري كما قلنا، وفكرة أيضاً التركيز على الخصائص الجديدة التي تعطيها الخوارزميات أولوية التفاعل، ورح نحكي كمان بشكل سريع عن تنتين من هاي الخصائص. وبرضو كما قلنا موضوع التقييم، الأرقام، النشر، كيف تبلي هذه الأرقام، كيف يمكن البناء عليها، ماذا يمكن أن نتناسى وما إلى ذلك. وآخر فكرة اللي هي حكيناها أيضاً، فكرة
كيف نتعامل مع كل منصة بشكل منفصل؟ تعاملي مع فيسبوك يجب أن يكون مختلفاً عن تويتر، عن إنستغرام وما إلى ذلك. يعني أي حدا فيكم حاطط بالسيتنجز تبعته لما تنشر على فيسبوك أوتوماتيكلي أنشر على كل هدول. أول هومورك أو أول واجب بدنا نعمله إنه لما نخلص بدنا نروح على هذه الخاصية اللي موجودة في الإعدادات وبدنا نشيل التك اللي موجود عليها، لأنه كما قلنا الجمهور اللي موجود على كل منصة من هذه المنصات مختلف، والنشر بشكل يعني اللي هو بشكل جماعي أو بشكل يستهدف كل المنصات هو سيكون له ضرر أكثر من إنه سيكون له نفع. خلينا نكمل لحتى نحكي على الأمور الأخرى المتعلقة ب... طيب سامي حكيت كتير، حكيتي عن الأخطاء وحكيتي عن الوصول وعن الانتشار والتفاعل، طيب شو نعمل؟ أعطينا هيك شوية هنتس. يعني أنا هنا حاولت قدر المستطاع أنه ما أقولكم، أعطيتكم التول كيت اللي هي فيها الجمهور والمحتوى البصري والمنصات، لكن هلأ بدي أعطيكم شوية هنتس على أشياء صغيرة تعملوها تساهم، قد تساهم على المدى الطويل نسبياً بأنه تساعد في تحسين أداء هذه الصفحات وهذه الحسابات. أول شغلة بدنا نعملها، أنا متأكدة أنه كتير منكم سمعتم بالتعبير اللي هو أول concept اللي اسمه SEO أو Search Engine Optimization. عن جديد بلش أو طلع عندنا مفهوم جديد اسمه Search، عفواً السوشيال ميديا اوبتمايزيشن، يعني إنه أنا بحسن الشكل العام للمنصة، منصة التواصل الاجتماعي تبعتي، بحيث إنه حتى على عند البحث عن المحتوى الموجود على هذه المنصات يكون في إلها ظهور ويكون في إلها وجود أفضل على منصات البحث. طبعاً هذا بيتم من خلال الصورة اللي هي البروفايل بيكتشر اللي بتحمل شعار المؤسسة، الغلاف الكبير اللي هو الكوفر فوتو اللي بتحمل روح المؤسسة. أنا عن شو بعبر؟ أنا جاي الناس عندي عشان تأخذ الحقيقة، تسمع ما يهمها، تنسى الشائعات، فلازم يكون في عندي تعبير عن روح هاي المؤسسة. برضو كمان إذا أنا اخترت أكون على فيسبوك وعلى تويتر وعلى إنستغرام وا وا وا، الحرص دائماً على أن تكون أو يكون اسمي، اسم المستخدم على هذه المنصات المختلفة واحد، ويفضل أيضاً لو كان كتير بيشبه الاسم تبع الرابط للموقع الإلكتروني تبعي، فبالتالي هذا يساهم في موضوع التوحيد، يساهم في موضوع إنه الناس تضل تتذكر، لأنه أنا في نهاية المطاف لا أريد أن أجعل الناس يتذكروا كل اسم لحاله لأنه بيتوه الموضوع، فاستخدام الاسم الموحد يساهم في خلق هذه الوحدة أو اليونيتي ما بين المنصات المختلفة. طبعاً حتى البايو اللي موجودة اللي هي على تويتر أو على فيسبوك أو على إنستغرام والتي تتفاوت بطولها، أهم شيء إنها تتضمن الكلمات المفتاحية التي تعبر عنا، التي يبحث عنها الناس. يعني أنا مؤسسة تدقيق معلومات، إذا أنا بدي أحط حالي محل الناس على شو عم بيدوروا، يمكن هن بيدوروا مثلاً إذا أنا بعمل بفلسطين يمكن تدقيق المعلومات في فلسطين، فبالتالي كلمة فلسطين هي من الكلمات المفتاحية. يمكن مثلاً الناس بتدور على fact checking بالإنجليزي، فبالتالي يمكن أن أقوم بإضافتها أيضاً ككلمة مفتاحية تضاف إلى البايو أو النبذة تبعت الحساب الخاص فيه. فدائماً نحرص على أنه نبحث عن ما هي الكلمات التي يبحث عنها المستخدم ونقوم ب يعني تصميم النبذة بحيث أنها تتضمن هذه الكلمات ولكنها أيضا تكون تعبر عن جوهر هذه المؤسسة أو المبادرة أو المنصة. طبعا فكرة وجود بيانات المؤسسة، يعني مثلا الموقع، التليفون، العنوان إن أمكن، لأنه في كتير مؤسسات قد تعاني من مخاطر أمنية أو تهديدات أو ما إلى ذلك، فتفضل إنه ما يكون في عندها هاي المعلومات، ولكن في حال وجدت هي دائما تضفي نوعا من المصداقية، نوع من الشرعية على هذه المؤسسة. يعني ما بتكون، تعرفوا نحن عندنا كثير هاي فكرة الـ conspiracy وفكرة المؤامرات، وإنه هذه المؤسسة ممولة من هذه الدولة لحتى تقوم ببث الشائعات ودحض الافتراءات وما إلى ذلك، فكتير موجودة. فدائما فكرة لما بيكون في عندي اللي هو الفيزيكال أدرس أو اللي هو العنوان على الأرض لهذه المؤسسة أو لهذه المنصة، الناس خلاص بتعرف إنه هذا إشي موجود، هذا إشي مش بس ويب سايت مفتوح وخلاص. كمان شغلة كتير مهمة
أنا ما بشوفها أبداً أبداً أبداً، اللي هي عندما أقوم بتحميل أي صورة على فيسبوك أو تويتر أو إنستغرام، اللي بيصير إنه نحن نكتب النص، نحمل الصورة، كليك، بنشر الصورة وصارت موجودة على تويتر. لكن هناك إعدادات داخل الصورة يجب أن أقوم بإضافتها، وهذه الإعدادات هي عبارة عن وصف للصورة، هذه أول شغلة، وأيضاً إشي إحنا بنسميه الـ alt text، كلمة alt اللي هي الـ alternative text أو النص البديل، اللي هي في لها أكثر من استخدام. أول شيء هي في حال ما ظهرت الصورة بيطلع لنا النص البديل بديلاً لهذه الصورة حتى تشرح شو هي. هي أيضاً كلمات تساعد في البحث عن هذه الصورة، فبتساعد، فبالتالي تساعد في تحسين عملية الوصول إلى هذه الصورة. وبرضو كمان في بعض الأحيان هي تستعمل للناس اللي ممكن يكون عندهم أي نوع من الاحتياجات الخاصة حتى يتمكنوا من التعرف إلى محتوى هذه الصورة. برضو كمان ريم، خلينا بعد شوي إذا ضل عندنا وقت بفرجيكم من وين تطلعوا هاي الأشياء لفيسبوك وتويتر. إذا ما ضل عندنا وقت بوعدكم إنه لما نخلص رح أحطها على المجموعة الخاصة بأريج معكم لحتى تقدروا تشوفوها جميعاً، أو حتى ممكن نضيفها على البرزنتيشن. ما بعرف إذا البرزنتيشن حنشاركها أو لا، يعني ما بعرف ريم. حنشارك البرزنتيشن، بس أتخيل ممكن برضو يعني نخلق شوية وقت لهذا الموضوع، وتحديداً قدي يعني مهم هاي التبس الصغيرة إنه نستفيد فيها. 100% 100%. يعني ممكن نفرجي هذا الموضوع بعد شوي سريعا على تويتر، ونفس الشيء فينا نطبقه على فيسبوك وإنستغرام. فتحسين ظهور حسابات التواصل الاجتماعي ممكن لكثير من الناس يفكروا انه شغلة صغيرة، يعني شو حتفرق، ولكن في عملية البحث وعملية الظهور على محركات البحث وحتى البحث داخل المنصات الاجتماعية المختلفة يصنع الكثير من الفرق. لما نيجي نحكي ايضا على موضوع الترند اللي حكينا عنه، انه دائما خلينا ندور على الموضوعات اللي فيها الترند، الناس بتحكي عنها كثير. يعني لما صار اطلاق النار في الولايات المتحده الامريكيه، قانون الاسلحه وشراء الاسلحه وحريه حيازه الاسلحه وما الى ذلك، الناس كلها عم تحكي بهذا الموضوع. خلينا نطلع اي موضوعات جديده لها علاقه بهذا الموضوع يمكن ان نقوم بتدقيقها، سواء كانت تصريحات أو صور أو ما إلى ذلك. وبرضو كمان خلينا نشوف شو في عندنا محتوى قديم يمكن أن نقوم بإعادة إنعاشه وبإعادة إحيائه لحتى نرجع ننشره باستخدام الهاشتاج الجديد اللي الناس عم تحكي عنه. طبعاً في عندنا طريقتين للتعرف على أكثر الموضوعات اللي الناس بتدور فيها. أول شيء في عندنا مؤشرات جوجل أو جوجل ترندز، وهي الأداة أو الموقع الذي يساعدنا في التعرف على ما يبحث عنه الناس هلأ، يعني الناس هلأ على شو عم بتدور. هذه طبعاً متوافرة في بعض الدول العربية مثل مصر والسعودية، ومتوافرة حول العالم كدول عالمية. فبالتالي أنا بقدر أدخل على جوجل ترندز ألاقي الناس هلأ عم بتدور على وفاة الفنان الفلاني، يا سلام شو بدنا أحسن من هيك شائعة، طبعاً بعيد الشر عن الجميع، شو بدنا أحسن من هيك شائعة حتى نقوم بخلق مجموعة من المحتوى الذي يتناول هذا الموضوع. الأمر الثاني إنه كمان على منصات التواصل الاجتماعي الناس مرات بتكون بتحكي بموضوعات ليس من الضرورة أن تتوافر على جوجل لحتى أدور عليها بجوجل ترندز، مثل مثلاً تويتر على سبيل المثال. في عندي داخل تويتر جهة خاصة اللي هي الترندين أو الأكثر شعبية أو الأكثر نقاشاً، اللي هي بتطلع لي بكل بلد، وفينا نفرجيكم بياها بعد شوي كمان، بتطلع لي بكل بلد الناس على شو، يعني شو كانت الهاشتاجز الأكثر انتشاراً في ذلك البلد. وبرضو في عندي أداة تانية اسمها Trends 24. Trends 24 هي أداة تساعد في التعرف بأي بلد حول العالم على كل الهاشتاجز التي كانت الأكثر انتشاراً على تويتر من هلأ ل24 ساعة سابقة. فهذا دائماً بيساعدني على أنه في مرات هاشتاجز بتكون طلعت وبيكون انتشرت، فبالتالي بيكون في عندها خاصية أنه أنا بقدر، يعني بقدر أشوف إذا في مثلاً ضمن هاي الهاشتاجز هل في مجال لأي مراقبة لمعلومات غير صحيحة، يمكن مثلاً هاشتاج طلع على صورة معينة وأنا بدي أتحقق من هاي الصورة وما إلى ذلك. فبالتالي وعادة على فكرة ما بيكون الخطر في هاي الهاشتاجز، لأنه ممكن صورة تكون انتشرت بسرعة وصارت موجودة بكل مكان
وهي شائعة، فبالتالي نحن بدنا نحاول إنه نوقف انتشارها وبنفس الوقت نضحط انتشار هذه الشائعة بشكل أو بآخر، خصوصاً إنه مثل ما حكينا فكرة إنه الشائعة تنتشر بشكل أكبر من انتشار تدقيق هذه الشائعة، لكن من خلال استخدام مواد بصرية، من خلال استضافة المحللين أو الخبراء، من خلال أيضاً وجود هذا المحتوى المبسط الذي يمكن أن أنشره على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الوسائط المباشرة، هذا قد يساهم بشكل أو بآخر في وقف انتشار هذه الشائعات. واحدة كمان من الأشياء المهمة، أرى بعض المؤسسات التي تركز عليها، لكن أتمنى بشكل أكبر أن يكون في عنا انتشار أكبر لهذا النوع من الموضوعات، اللي هو الموضوعات المحلية. كل الناس بتحكي بلقاحات كورونا، كل الناس بتحكي خلينا أقول بجدر القرود، كل الناس بتحكي بصورة الرئيس الفلاني اللي طلعت مش صحيحة، لكن كم عدد المؤسسات أو المبادرات التي يمكن أن تتحدث عن شائعة انتشرت في مدينة الكرك في الأردن على سبيل المثال، وكم واحد تحقق منها؟ فبالتالي لما أنا بيكون في عندي هذا النوع من الموضوعات المحلية، هذا دائماً بيعطيني بيكون في عنده إمكانية أكبر للانتشار بشكل محلي. أنا لما بدور بشائعة داخل بلد معين أو داخل مدينة معينة، أنا مش لازم يكون هدفي إنه أنا بدي أنتشر عالمياً، لازم أكون قادر على تحديد الهدف إنه أنا بدي أنتشر فقط داخل هذه المنطقة اللي أنا عم بحكي عنها. ودائماً يعني حتى إحنا قيسوا على حالنا كأشخاص، هل أنا بهمني يكون في عندي مثلاً بعيد الشر عن الجميع بنت صغيرة ضاعت في غابات الأمازون، ولا بنت صغيرة ضاعت عندي هنا بالحارة؟ أكيد البنت اللي ضاعت عندي بالحارة هي أهم بالنسبة لي، لأنها أقرب ولأنها تمس الأمن والأمان اللي أنا يعني أريد أن أتمتع به. فبالتالي دائماً الخبر المحلي أعتقد أنه يستحق التحقق أكثر من أي خبر آخر، لأنه بيمس مجتمع ونحن عارفين هذا المجتمع، ويهمنا أيضاً هذا المجتمع بشكل أكبر. كما قلنا بعض الخصائص تتصدر الخوارزميات، يمكن أهم ثلاث خصائص وبتمنى أنه كمان نصير نستعملها بشكل أكبر. على فيسبوك عندي خاصيتي اللايف وخاصية البريمير. خاصية اللايف اللي هي أنه أنا بيكون معي خبير، خلينا نستعمل الخبير مرة تانية، بيكون معي خبير بطلع معه لايف، والله اليوم سمعنا هاي الشائعة شو رأيك فيها، بيبدأ يجاوب على أسئلة الناس وما إلى ذلك. بالتالي هذه دائما ما تمنح أولوية من ناحية العروض الخاصة بالخوارزميات. ونفس الشيء بالنسبة لخاصية البريمير، خاصية البريمير هي خاصية مشابهة لللايف، لكن الفارق أنه الفيديو بيكون أوريدي مسجل، بس أنا بحطه بعمله سكادجولينج وبقول للناس أنه هو سيعرض للمرة الأولى غدا الساعة 8 مساء وكأنه لايف، فبالتالي بيوصلني نوتيفيكيشن أنه هذا الفيديو طلع، وبيصير في تشات عليه وبيصير في تفاعل وما إلى ذلك. فبالتالي واحدة من هاي الخصائص هي خصائص دائما ما تتصدر الخوارزميات. فيعني اللي عم بحكيهن إنه بدل ما يكون في عندي فيديو عادي ممكن أن أستفيد من خاصية البريمير، وبدل ما يكون في عندي مقابلة ممكن إنه أبثها كفيديو أيضاً عادي، ممكن إنه أستفيد من خاصية اللايف في ذلك. على إنستغرام خاصية الريلز تحظى بانتشار كبير أيضاً، لأنه بما أنه إنستغرام لسه عم بيحاول أنه ينشر هذا النوع من المحتوى ومن الفيديوهات بشكل كبير، فنسبة السجستشنز عنده كتير عالية، يعني عادي ممكن يجيب مثلاً من المنطقة اللي إحنا فيها، خصوصاً عندما نتحدث عن الأخبار المحلية، ويقوم باقتراحها على المستخدمين، فبالتالي في عندها فرصة أكبر إنها تنتشر بشكل كبير. وهي طبعاً الخاصية كمان اللي يعتمد عليها تيك توك بشكل أساسي، فبالتالي إذا أنا متواجدة على ريلز يمكن كمان تكون فكرة جيدة أن أكون متواجدة أيضاً على منصة مثل تيك توك، اللي هي مثل ما حكينا تغذي بموضوع خدمة العمر الأصغر سناً أو الناس اللي هم الفئة العمرية الأصغر. نيجي لفكرة كتير مهمة، هي ليست متداولة بكثرة ولكن أنا صراحة بدأت أؤمن بها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.
كلياتنا بنشتغل بمؤسسات وبمنصات وما إلى ذلك، وكلياتنا عندنا حساباتنا الخاصة اللي هي ما إلها دخل بالمؤسسة. لكن ماذا لو فكرنا بأنه أنا إذا عندي حسابي الفردي، هذا الحساب يمكن أن يكون بشكل أو بآخر داعماً لحساب المؤسسة. فبالتالي القصد هون مش أنه أنا أنشر أمور تقوم المؤسسة يعني أو هي من ضمن خلينا نحكي رأي المؤسسة أو ما إلى ذلك، ولكن هي محاولة فقط لزيادة انتشار ما يتم نشره عبر المنصات الجماعية أو الحسابات الجماعية لحسابات أصغر، ولكن تستهدف أشخاصاً بحد ذاتهم. فبيكون في عندي مجتمع معين أو مجتمع معرف يمكن أن أقوم بالوصول له من خلال إعادة التغريد أو الشير، وهذا كمان بشكل أو بآخر بيساهم في خدمة النقطة الأولى التي تحدثنا عنها وهي المشاركة والتفاعل. فبالتالي ما بدي أقول إنه إحنا هنا كأنه عم نعمل إشي staged أو إشي يعني مزبط أو إشي هيك يعني ملبق بطريقة أو بأخرى، ولكن هي فقط محاولة أيضاً حتى نشعر إنه نحن داخل مؤسساتنا جزء من هذا العمل اللي نحن نشعر بإنه نحن فخورين فيه، فبالتالي نريد أن نقوم بإيصاله إلى المجتمعات اللي نحن جزء منها، وبالتالي يهمها التعرف على هذا النوع من المحتوى. كما قلنا وسائل التواصل الاجتماعي هي تعتبر واحدة من أنواع الوسائط أو المنصات للوصول غير المباشر للجمهور. يعني أنا لما بنشر شغلة بنشرها لكل الناس، مش عارفة هل هو أحمد، هل هي سارة، هل هو محمود، هل هو حدا تاني، أنا عم بنشر لكل الناس، وبالتالي هي طريقة غير مباشرة للوصول للناس للأفراد. لكن في عنا على الناحية الأخرى منصات أخرى مثل واتساب، مثل فيسبوك ماسنجر، مثل حتى النشرات البريدية التي تصل إلى أشخاص بعينهم. يعني أنا ببعت هاي الرسالة من رقمي إلى رقم فهد على سبيل المثال، فبالتالي أنا بكون عارفة إنه هي راحت مباشرة إليه، مش إنه والله تدخلت الخوارزميات فبالتالي أخفتها عن فهد أو عن سارة أو ما إلى ذلك. ونفس الشيء بينطبق على الفيسبوك ماسنجر والنيوزلتر، طبعا النيوزلتر أو النشرات البريدية التي لا زالت جديدة جدا في العالم العربي، لكن أنا أستطيع أن أقول بأنه مستقبلها صراحة خلال الفترة المقبلة راح يكون كتير كبير، خصوصا مع وجود التقنيات الحديثة التي تجعل من استخدام اللغة العربية داخل هذه النشرات البريدية سهل الاستخدام ومتوافرا وأيضا سلس في القراءة وفي الكتابة في نفس الوقت. وأيضا فكرة أنه نحن الإيميل أو البريد الإلكتروني هو من الأدوات التي أنا أعتقد بأنها مظلومة، يعني لم تأخذ حقها بكل جدارة. فبالتالي وجود النشرات البريدية المباشرة التي يعني اشترك المستخدم الفلاني فيها لأنه هو عارف أنه هو أو هي مهتمين بهذا النوع من المحتوى، هي أيضا من الوسائط المهمة للوصول المباشر إلى هذا الجمهور. فيعني هي فكرة تصب في خانة أنه نحن ما نحط مرة ثانية كل مشاريعنا وكل محتوانا في مكان واحد، وإنما نقوم أيضا بتنويع هذه المصادر المختلفة حتى لا نكون تحت رحمة المنصات التي تقوم بتغيير خوارزمياتها من وقت إلى آخر. التحقق كما قلنا منذ قليل هو ليس فقط تفنيد للشائعة، يعني أنا ما بدي أقول إنه هذا صح وهذا خطأ، هذا شائع وهذا أو هذا إشاعة وهذا مش وهذا حقيقي أو ما إلى ذلك، ولكن أيضا أنا باعتقاد المؤسسات بالتحديد، مؤسسات تدقيق المعلومات هي مؤسسات لنشر الوعي والثقافة. عشان هيك رح نلاحظ في كتير من المؤسسات الأجنبية مثل Polity Fact، مثل First Draft أو ما إلى ذلك، إضافة لفكرة أنه أنا بنشر اللي هو حكينا عنه صحيح غير صحيح مضلل مسيء وما إلى ذلك، أنه ننشر كمان هذا المحتوى الذي يثقف، هذا المحتوى الذي يقوم بتعليم الناس كيف يكشفون الشائعة أو كيف يكشفون المعلومات غير الصحيحة. أنا باعتقادي أنه بعض المؤسسات العربية بدأت بذلك بالفعل،
ولكن نحن بحاجة إلى جهد إضافي أكبر وجهد إضافي يستهدف العمر الأصغر ويقوم بالخروج بعيداً عن عباءة البحث. نحن هنا بدنا نشيل طاقية الباحثين قليلاً، نحن هنا بدنا نحاول نعلم الناس ولكن بطريقة ممتعة وبطريقة يكون فيها عفواً بعض الفن وبعض هذه البساطة والخفة كما قلنا. كمان كتير مهم إنه نحن لا نتحدث فقط كما قلنا عن الشائعات وما هو صحيح وغير صحيح، احكوا عن شغلكم، احكوا انتوا كيف بتوصلوا وبتدققوا المعلومات، احكوا عن هاي القيود التي تتعرضون لها. يعني انا صراحه كثير عجبني هذا الفيديو، هذا الفيديو مشابه جدا. In this Facebook post, the user wrote COVID as C0VID. This tweet uses vaccine for vaccine. And in this Instagram post, someone spelled out CDC and FDA like this. These people are using code words. أوكي. هذا الفيديو بكل بساطة يتحدث عن الأشياء اللي أنتوا حكيتوا عنها من شوي، فكرة أنه أنا الخوارزميات تقوم بتقييد المحتوى الفلسطيني، فبالتالي أنا بدل ما أكتب كلمة فلسطين كاملة بكتبها فل وسين لحال وبعدين طا وما إلى ذلك، أو مثلا بدي أكتب كلمة أخرى فبالتالي أقوم بكتابتها بشكل مختلف أو ما إلى ذلك. هاي التفاصيل على فكرة كتير مهم الناس تعرفها، بعيداً عن فكرة أنه أنا فقط أقوم باستخدامها بل أنا أصنع منها القصة. وأنا أعتقد أنه هذا كمان أمر مهم يساهم في النقطة السابقة التي تحدثنا عنها، وهي فكرة التثقيف وزيادة الوعي وما إلى ذلك. فبالتالي في عنا خليني أسميها ما وراء الكواليس اللي أنا ممكن أستخدمها حتى أقوم ب يعني أخرج خارج فكرة أنه أنا بس بوصل المعلومة. أنا بوصل المعلومة وأنا أدخل المستخدم أو الشخص الذي يقوم بال يعني قراءة المحتوى تبعي أو التفاعل مع المحتوى تبعي، هو يصبح جزءاً من هذا المحتوى. ما بنعرف، يمكن هو بكرة في المستقبل لما بده ينشر هذا النوع من المحتوى سيستعمل نفس التقنيات والتكنيك اللي بيستعملوا مدقق المعلومات أو مدققة المعلومات من أجل انتشار أكبر. فبدل ما تكون الفكرة إنه أنا كمؤسسة بعمل لوحدي، أنا أعمل وسط مجتمع واعي ومجتمع قادر على التمييز ما بين معلومات مختلفة، فبالتالي هو يساعدني في عملية الوصول وعملية التفاعل وما إلى ذلك. فكمان الفكرة إنه كتير مهم نستفيد من تجارب الآخرين، خصوصاً المؤسسات اللي موجودة بأوروبا، بأمريكا، بأمريكا الجنوبية أيضاً هناك تجارب مهمة جداً، بس لحتى نشوف الناس بدول تانية شو عم تعمل وممكن نحن إنه نستفيد منها. هذا طبعاً أكيد الجماهير مختلفة، القيود مختلفة، التحديات مختلفة، لكن أنا أعتقد أنه دائماً الإلهام واحد وهو يساعدنا بشكل أو بآخر بأنه نقدم الجديد. لأنه إذا علقنا بفكرة اللي هي اللي شايفينها أنتوا قدامكم، اللي هي أنا دائماً بشوفها على فيسبوك، منشور يقدم لي الشائعة ويقدم لي الحقيقة ويقول لي بأن هذه هي الشائعة لا تصدقوها وهذه هي الحقيقة، أعتقد أنه نحن هيك حنظل ماشيين بنفس الحلقة وبنفس الإيقاع ولن يكون هناك أي تطور على المحتوى الذي نقوم بتقديمه. لأنه إذا بدنا نرجع لسؤال لطفي أعتقد الخاص باليوزر إكسبيرينس أو بتجربة المستخدم، أنا عندما أشاهد هذا النوع من المحتوى بيكون ما في مطلوب مني إشي، ما في هدف، ما في call to action، ما في عندي فعل أمر. بكره أستعمل فعل أمر ولكن ما في فعل أمر هون. أنا المؤسسة قدمت لي الشائعة وقالت لي الحقيقة، طيب أوكي شو مستنيين إنه أنا أعمل؟ إلا إذا كان الموضوع يمسني من ناحية المحلية، وهو الأمر الذي تحدثنا عنه منذ قليل. فبالتالي أعتقد أنه نحن يجب أن، ما بدي أقول أنه نبطل نعمل هاي الأشياء، هاي الأشياء مهمة يجب أن تبقى لأنها تزيد الوعي والأويرنس بما هو حقيقي وما هو غير حقيقي، لكن بدنا نبني عليها وبدنا نفكر خارج الصندوق بالنقاط البسيطة التي تحدثنا عنها. وأنا باعتقادي أنه لو حاولنا بداية تطبيق واحدة تنتين ثلاثة من هذه النقاط المختلفة، أعتقد في أنه نحن سنلمس الفرق من ناحية الوصول ومن ناحية أيضا معرفة ووعي الجمهور بالجهود التي نقوم بها فيما يتعلق بتدقيق المعلومات. ريم،
الصراحة سامية يعني تعلمنا الكثير معك سامية، وكانت الزميلة وداد رفع ايدها بس أعتقد أنها خرجت من الاجتماع، ويوجد الزميل موسى أبو قاعود وهو أيضا من مدققي المعلومات في الشبكة العربية لمدققي المعلومات. موسى بترك لك المجال للسؤال. مساء الخير، شكرا كثير كثير على هالجلسه القيمه، وعن جد هو هيك ريفرش لكل اللي بنشتغل، مع انه احنا بنشتغل يعني كثير بمجال السوشيال ميديا. كان بس استوقفني نقطتين كثير مهمين، الاولى بالعمل على المحتوى اللي احنا عم نشتغل عليه، كون احنا عم نشتغل كمنصات تدقيق معلومات، بعض الاحيان مش ممكن ياثر اذا احنا فتنا بجزء، يعني مثلا في احد المنصات بتشتغل بالمحتوى تبعها على راي الجمهور، انه هل تتوقع ان تظهر في هذه المنطقه مثلا شائعات اكثر او لا، مش ممكن هذا يخف او يخلي يصير عدم ثقه بيننا وبين الناس اللي بنشتغل معهم؟ هذا سؤال. السؤال الثاني على موضوع الدفع على فيسبوك، صراحه احنا في واجهنا مشكله عندنا بشيك، ما بعرف فيسبوك هيك خلاص حطنا براسه، يعني انه على البيج تبعتنا لما بلشنا ما كان عندنا دعم لندفع على الصفحه، شوي لما اخذنا التمويل صرنا يعني نمول شوي، هلا ما بيقبل يمشي لنا اي بوست الا اذا دفعنا او اذا جمهورنا الموجود على الصفحه هو دعم البوست، فكيف ممكن نتخطى هيك مشكله لحتى يصير البوست يطلع اكثر، مع انه احنا بنختار الجمهور المحدد ما بنكبر العين كثير. تمام، شكرا شكرا لسا، شكرا على السؤال، وسعيدة انه يعني انه انت معانا اليوم من شيك، ويعني بالعكس نحن دائما كمان نستفيد من تجربتكم انتم في المنصة. بالنسبة للسؤال الاول، يعني انا اعتقد انه موضوع سؤال الناس بهذا الاطار بالتحديد هو تريكي شوي، يعني ممكن يكون في له جانب من ناحية أنه أنا بسأل وبزيد التفاعل، لكن أعتقد من ناحية أنه أنا أسأل الناس اللي هم مش خبراء عن موضوع يجب أن نستند فيه إلى رأي خبير، هو مش فكرة سديدة 100%، وأعتقد أنه لازم نكون حذرين في هذا الإطار. يعني أنا مثلا شفت واحدة من الأشياء اللي عجبتني بواحدة من المنصات بأمريكا الجنوبية، عاملين إشي اسمه عكس اللي أنت بتحكي موسى، فكرة ask me anything، اسألوني أي إشي، فبدل ما نحن عم نسأل الناس نحن عم نخلي الناس هي تسألنا، وبالتالي بينعطى لهم مثل موضوع محدد، وجهة نظر معينة أو ما إلى ذلك، هم اللي يسألوا السؤال فيها، بحيث إنكم أنتوا تأسسوا لحالكم كخبراء قادرين على إنكم تجاوبوا على هاي الأسئلة بشكل أساسي. يعني ما بعرف، أنا أعتقد إنه هذه هي وجهات نظر تختلف، أنا هذه وجهة نظري صراحة بهذا الموضوع، لأنه كمان يعني نحن نحكي فن وبنحكي إشي حلو وكل هاي الأشياء، بس كمان يجب أن يكون هناك حذر عند التعامل مع هاي الأمور. يعني بالعودة بس إذا بدي أرجع بس للنقطة الخاصة بي، السماح للتعليقات التي تقوم بنشر الشائعات تحت المحتوى المدقق، أنا باعتقادي أنه لا يجب أن يكون لها مساحة للتعبير عن هذه الشائعة، لأنه أنا بالنهاية الهدف من اللي بحكيه أنه أنا أضحض هذه الشائعة، فكيف أمنح لها المساحة لهذه الأصوات أن تقوم بالتعبير عن رأيها بهذه الشائعة؟ هلا طبعاً مثل ما حكينا هي آراء تختلف من جهة إلى أخرى، من شخص إلى آخر، لكن أنا باعتقادي أنه يعني هذا رأيي في هذا المجال. بالنسبة لموضوع الفيسبوك، هلا يعني اكيد زي ما حكينا بالاول، كونك انك انت بتدفع فبالتالي يصبح من الصعب انك انت تمشي امورك لقدام من غير ما يكون في هناك حملات مدفوعه، لكن انا اعتقد بانه دائما، وجربوها موسى، يعني شوفوا مثلا مثل الفيديوهات اللي شفناها من شوي اللي هي تتضمن هذا الوجه الانساني او الجانب الانساني، الجانب المحلي بشكل مباشر البصريه، ونحكي عن فيديو بالتحديد، أعتقد بأنه هنا ممكن يكون في عندنا تحسين على الأداء الأورجانيك أو الأداء والوصول الطبيعي لهذا النوع من المحتوى على منصة فيسبوك بالتحديد. في مؤسسات عشان موضوع الدفع والكامبينز وما إلى ذلك وجدت أنه يمكن أنا مش لازم أكون على فيسبوك، يمكن أنا هلأ المستقبل تبعي أكون على منصة مثل إنستغرام على سبيل المثال، خصوصاً إذا أنا بدي أستهدف ناس
تؤمن بالجوانب البصرية، وبدي أستهدف الناس الأصغر سناً كمان. فبالتالي أعتقد كمان أنه الامتداد هو أمر مهم، بحيث أنه مثل ما حكينا لا نخنق أنفسنا في زاوية واحدة أو منصة واحدة، بل نكون كمان موجودين على منصات مختلفة. ومثل ما حكينا من البداية يعني no size fits all، ما في مقاس واحد لكل إشي. لما بدي أقول شو بدي أعمل للمنشور، أنا بدي أكون شوي محددة، شو نوع المنشور، أي ساعة، طول المنشور، لغة المنشور. فعشان هيك موسى يمكن إذا بنجرب هاي الأشياء الصغيرة إلى علاقة بالإنسانية بالمحلية بكذا، أعتقد إنه هذا ممكن يساعد كتير ممكن بسؤالك يعني بنهاية المطاف. والصبر، لازم نكون صبورين، ما بتطلع النتائج تاني يوم. مش هلا سامية حكت نروح نعملها بسرعة وبكرة يه والله سامية طلعت أي كلام. تفضلي ريم. سامية، في كمان زميل أحمد الموسوي حابب يسأل السؤال باستخدام المايك، وبعدين أنا ممكن ألخص لك مجموعة من الأسئلة بعد هذه المجموعة. تمام، تفضل يا أحمد. مرحبا. هلا هلا، انا احمد من العراق، منصه تيك فور بيس. اهلا احمد، تفضل. عندي سؤال بخصوص انه نوع المحتوى بالمنصه. احنا بالعاده بشغلنا انه نفس المحتوى على كل المنصات نخليه، فهل يفضل انه كل منصه لها محتوى خاص لو نبقى على هذا الطريقه؟ والسؤال الثاني انه ذكرتي موضوع استضافه الخبراء، يعني بالعادة احنا عندنا إشكالية بموضوع الخبراء بالعراق، يعني انه ممكن نستضيفهم اذا حكوميين، كل الآراء تعتبر اكثر مما هي فاتس. فهل ممكن انه نستضيف التيم نفسه مالتنا، يعني التيم التابع للتقنية نفسها، انه ممكن نستضيفهم باللايف؟ هاي سؤالك. شكرا يا احمد، رائع جدا. بالنسبة للمحتوى الخاص لكل منصة، أنا شخصياً أقول إنه هذا إشي لازم يكون في عندي محتوى خاص لكل منصة. وخاص قد لا تعني بالضرورة إنه أنا مثلاً عملت لفيسبوك عن اللقاحات، رجعت عملت لتويتر عن الجدري، رجعت عملت لإنستغرام عن الأسلحة. لا نعني ذلك بالضرورة، بقدر ما نعني الشكل واللغة التي يقدم فيها نوع المحتوى الواحد يجب أن يتفاوت باختلاف المنصات. يعني لما بدي أجي مثلا أحكي عن موضوع الجدري على فيسبوك، قد يكون على شكل صورة بقدر أحولها لفيديو طويل على إنستغرام ستوريز، أو بقدر مثلا أخليه على شكل بول أو استبيان على تويتر. فبالتالي يعني هي يمكن بتخلق نوع جديد من الجهد الإضافي، لكن أنا أعتقد بأنه كتير مهم يكون كمان للمؤسسة يعني خلينا نحكي فهم للجمهور اللي موجود على هاي المنصة، بحيث إنه نكون قادرين نوحد اللوك أو نكون قادرين نوحد شكل المحتوى الذي يقدم، ولكن عم نفرجي كمان إنه نحن فاهمين إنه هذا الجمهور يختلف عن هذا الجمهور الموجود هنا. بالنسبة للسؤال الثاني المتعلق باستضافة التيم، يعني مثل ما حكينا فريق التدقيق هو فريق باحث، هو فريق خبير، هو فريق متخصص بالشأن اللي هو عم بيدور عليه بشكل أو بآخر. فأنا أعتقد بأنه نحن إذا قادرين يكون في عنا هذا الشخص الذي يكتسب هذه الخبرة ويحظى بهذه الخبرة، ليش لا؟ هذا بيتم على فكرة عن طريق بطريقة كتير مهمة، وهي إنه اللي هي كمان بترجع للنقطة اللي حكينا فيها، الحسابات الفردية والحسابات الجماعية. لما بيكون في عندي فرد داخل المجموعة معروف بأنه هو خبير في الأسلحة، فبالتالي أنا بطلعه حتى هو يحكي ويرد، وهو كمان معروف على تويتر بأنه هو خبير بهذا الموضوع، فهذا يساهم دائما بأنه أنا عم ببني هاي الباكيج الكاملة المتكاملة. فإذا عندك يا أحمد بتيمك يعني خبراء متخصصين بمجالات متعددة، وأنا كمؤسسة قادرة أن أظهرهم وأطلعهم وأخليهم يحكوا، أنا باعتقادي أنك أنت فت الجميع، فت الجمهور، فت المؤسسة، فت الشخص، وفت المهمة التي ترغب بإنجازها، وهي التدقيق وتفنيد الشائعات. فبتمنى أكون كمان جاوبتك يا أحمد على سؤالك. شكراً كتير سامي. أنا بس عندي سؤال أخير،
ويعني على مدى معرفتي بمجتمع مدققي المعلومات في آخر يعني في الشهور الأخيرة، يوجد مدققي معلومات مستقلين ومستقلات بيشتغلوا مع منصات أو بيشتغلوا تدقيق مثلا ما قبل النشر. هدول الأشخاص بيستخدموا صفحاتهم الشخصية. في هيك لو تب هيك سريعة بسيطة نحكيها، وأنا بتخيل ممكن نخصص وقت لاحق لنستفيد بهذا الموضوع، بس إذا ممكن إشي هيك سريع. أكيد. شوفي، أنا باعتقادي إنه المدققين المستقلين وضعهم كتير أحسن من المؤسسات، لأنه نحن كمان يعني بناء على اللي حكيناه من شوي، دائما المؤسسة بنظرنا مؤسسة ومموّلة ويمكن عنده أجندة وكذا، بس إنه شخص لما أنا بلاقيه هو منه من حاله وعم بدقق وعم بحاول وعم بيشتغل وعم بيتفحص بهاي المعلومات وبهذه المعلومات، في جهد شخصي عم بنبذل يستحق التقدير. فأعتقد بأنه نحن داخلياً بيكون في عنا ثقة أكثر بهذا الشخص الذي يقوم بهذه المهمة بحد ذاته. أكثر مثال أنا بحب يعني أحكي دائماً وما بعرف إذا موجود معنا هو اليوم، هو محمود غزيل. محمود من الناس اللي أنا كتير بحترمهم وكتير بقدرهم كأشخاص وكمدققي معلومات، لأنه حدا اشتغل كتير على حاله وواظب على هذا الموضوع لحتى قدر يبني لحاله هاي الصورة، وقدر يبني لحاله هذا التواجد والخبرة اللي يعني أكسبته بعدين طبعاً خبرة إضافية في مجال التدقيق وما إلى ذلك. فأنا باعتقادي إنه بالعكس الموضوع مش كتير أصعب على المدققين المستقلين، قد يكون أسهل هلأ، أو يعني إنه ممكن يكون يعني ما فيها التحديات، يمكن الأشياء اللي هي مرتبطة بأنه مثلاً إذا أنا محتاجة دعم مادي أو محتاجة وصول أو محتاجة يعني شغل إضافي بحاجة إلى تيم كامل يشتغل عليه، يمكن هاي الشغلة اللي هي يعاني منها المدققين. لكن على فكرة إذا بنطلع على كل النصائح اللي قدمناها من شوي، هي تنطبق بشكل أساسي على المستقلين والمستقلات، المدققين والمدققات، المستقلين والمستقلات، لأنه هم عندهم عامل المحلية، هم عندهم عامل الحسابات الفردية، هم عندهم عامل إمكانية استخدام هاي الأدوات المجانية المتاحة والمفتوحة بشكل أو بآخر. فبالتالي أنا أعتقد أنه المهمة مش كتير صعبة، بالعكس تكاد تكون أسهل، لأنه مؤسسة، لأنه كمان لما بنيجي نفكر كمؤسسة، هي المؤسسة مش حتضل فاتحة مؤسسة خيرية طول عمرها، يعني كمان بوقت من الأوقات مؤسسات تدقيق المعلومات بدها تبدأ تفكر بموديل، ببزنس موديل لإلها حتى تكون قادرة على وجود هذا العائد المادي اللي بيخليها تكون قادرة على الاستدامة. وهذا تحدي مش كتير من الصحفيين المستقلين رح يعانوا منه أو رح يكون موجود أمامهم. فيعني حلو، بتمنى أكون جاوبتك. خلينا بس ريم بشكل سريع، بس بحب فيسبوك بس بدي أستعرض بس أول شيء اللي هي موضوع إضافة النص البديل للصور على تويتر. مثل ما نحن شايفين هنا، إذا أنا بدي أكتب تغريدة مثلاً اسمها تست وبعدين بدي أضيف أي صورة، خلينا نضيف مثلاً اللوجو تبع صح على سبيل المثال، فبالتالي في عندي هنا إشي اسمه Add Description. الديسكريبشن اللي موجود هون هو وصف للصورة، يعني أنا بقدر أقول هنا لوجو لمشروع صح من الشبكة العربية كذا كذا كذا، وبالتالي بعدين بعمل سيف، فبالتالي رح يطلع عندي الوصف الخاص بالصورة ورح يطلع عندي هاي الإشارة اللي اسمها Alt أو Alternative Text، اللي هي تقول بأنه لو الصورة ما ظهرت حيظهر هذا الكلام اللي حيبين لي ما هي هذه الصورة. هاي طبعاً موجودة نفس الشيء على فيسبوك وإنستغرام، عندما أقوم بتحميل الصورة في عندي إشي اسمه Edit Photo، بقدر من خلالها أنه أضيف النص الخاص بهذه الصور. فهذا كتير إشي مهم أنه نعمله، لأنه مثل ما حكينا بيساهم بعملية إيجاد الصور وإيجاد المواد البصرية بشكل أكبر وبشكل أسرع. بالنسبة للموضوع الثاني، خليني بس بدي أفتح فيسبوك عشان أقولكم من وين فينا نجيب الإنسايت بشكل سريع، بس لحتى أفتح فيسبوك. أوكي، ماسنجر إنسايت، أوكي تمام.
إذا في عندك سؤال كمان ريم بنقدر هيك ونحن. لا ما هو مش سؤال بس أكتر يعني تعليق قبل ما نلاقي هذا الإشي، يعني زي كأنه في عامل مهم بربطه بأول جملة أنت حكيتيها سامية، أنه السوشيال ميديا هي ليست عصا سحرية، وكل استراتيجيات السوشيال ميديا هي مبنية على بناء علاقة مع مجتمعنا، سواء علاقة فردية أو علاقة مع المجتمع ككل، وكيف نواظب في استمرارية هاي العلاقة ونحافظ عليها ونهتم نرعاها يعني لحتى نقدر نوصل لأكبر عدد من مجتمعنا. فسامية إذا بتورجينا آخر إشي الفيسبوك وكمان تعطينا هيك كلمتك الأخيرة. أوكي انسوا الصفحة، هاي صفحة هيك مفتوحة على جنب I manage يعني sometimes. أي صفحة موجودة عندنا، في عندنا على الجانب إشي اسمه insights. أوكي سو بالinsights عندنا مجموعة من أو اللي هي التحليلات الكمية، عندنا مجموعة من المعايير المختلفة اللي بتفرجيني يعني أشياء أو أرقام إلى علاقة بالصفحة. طبعاً هاي الأرقام تتفاوت ما بين أكثر المنشورات متابعة، تفاعلاً، البيج فيوز، البيج لايكس. في عندي كمان إشي هون اسمه people، لما بروح عليه البيبل اللي هون بيعطيني كمان الفانز والفولوز والناس اللي أنا بوصل لهم ما بين النساء والرجال، الفئة العمرية، بأي بلد موجودين أكثر إشي، بأي مدينة، أي لغات بيحكوا، هاي كم سوري أي لغات بيحكوا، وطبعا بيقسم لي اياهم ما بين المتابعين، ما بين الفانز اللي هم الناس بتعمل لايك، ما بين الناس اللي أنا بقدر أوصل لهم، الناس اللي هي تفاعلت معي لكن مش بالضرورة تكون من الفانز تبعوني. طبعا أكيد عندي كمان مجموعة أخرى من المعايير الكمية اللي أنا بقدر أطلع عليها، البوستات على سبيل المثال مثلا هون عم بيقول لي بأيام الأسبوع وين عم بيكون أكتر إشي، مثلا ما بين Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday، والأوقات متى عم بيكون في أكتر كم من التفاعل مع هذا النوع من المحتوى. عم بيقول لي كمان مثلا البوستات، متابعة البوستات الأكثر انتشارا والأكثر تفاعلا وبناء استراتيجية مبنية على شو قصص النجاح اللي تمت فيه، هذا كمان عامل كتير مهم لازم دايما نتطلع عليه. فيعني هناك الكثير مثل ما حكينا من المعايير المختلفة الكمية اللي أنا بقدر أتطلع عليها لحتى أبني استراتيجيتي. برضو والله كمان يا ريم بدنا جلسة تانية لحتى نحكي فيها، بس يعني أعتقد إنه إذا اطلعنا على الانسايتس البيبل أو الجمهور، واطلعنا أيضا على البوستس، واطلعنا أيضا على الفولورز، هدول الثلاث أشياء الأساسية بيساهموا كتير بأنه أنا أفهم أنه هذا المنشور نجح لأنه كذا وكذا وكذا. فيعني إحنا دائماً بنحط الأرقام قدامنا ونسرح فيها، بنقول أنه ليش نجحت هاي، وعلى فكرة هذا إكسرسايز أو تمرين رائع جداً ومسلي جداً وبينشط كتير أشياء عنا وبيخلينا عن جد نفكر بطريقة فيها استراتيجية لقدام لحتى نقدر نبني المحتوى المستقبلي عليها. سامية أنا بدي أشكرك جزيل الشكر على هاي الجلسة اللي يعني كانت شاملة، وأظن يعني حتى طلع منها الكثير من التعلم لكل مجتمع مدققي ومدققات المعلومات، صحفيين صحفيات، وحتى الأشخاص اللي عم يسمعونا هلأ على فيسبوك وعلى زوم. ويعني أنا بثمن كل المعلومات اللي أنت شاركتينا فيها، بس بدي أذكر الجميع إنه كمان يعني قلنا إنه الاستراتيجيات مهمة والعلاق وبناء علاقات مع هذا المجتمع تبعنا، وأساس كل هذا الإشي هو إنه إحنا نكون موجودين مع بعض كمان، يعني متضامنين مع بعض، وهو الفكرة الأساسية لوجود شبكة لمدققي ومدققات المعلومات. أنا يعني متفائلة جداً في مستقبل تدقيق المعلومات في الوطن العربي، لأنه الجميع بحط كل ما يملك من قوة ومعرفة في هذا الموضوع. سامية شكراً جزيلاً لك، دائماً واقفة في داعمة الأساسية للشبكة العربية لمدققين معلومات، وزملائي وزميلاتي في أريج شكراً لكم. ما بدي أطول عليكم جميعاً، بنختم هلأ، ويوم الأربعاء في عنا ويبينار تاني بنطلق فيه مشروع دليل، تتعرفوا أكثر على 7 مؤسسات تدقيق معلومات في الوطن العربي، وبتعرفوا أكثر عن أهمية وجود شبكة لمدققي ومدققات المعلومات.
تصبحوا على خير وبنشوفكم يوم الأربعاء إن شاء الله. شكرا لك سامي. شكرا كتير ريم، وشكرا لكل الفريق، ويعطيكم ألف عافية وتصبحوا على خير.